بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل النهارده ما نهينا به المحاضره اللي فاتت. في المحاضره اللي فاتت انتهينا بالحديث عن الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. قلنا ان الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اتكلمنا فيها عن مرحله السامبلينج، مرحله الكوانتايزيشن، ومرحله الكودينج، واتكلمنا على البراكتيكال ايشوز المرتبطه بالسامبلينج اند هولد. ليه احنا بنعمل كده؟ لان احنا لازم قبل ما نفهم ديجيتال كنترول نفهم الكومبوننتس اللي انا هتعامل معاها في ديجيتال كنترول. انا من مدرسه ان انا علشان اتعامل مع سيستم بكفاءه لازم اكون بادئ زي بيت اعرف عناصر السيستم اللي انا هتعامل معاها شكلها ايه، كاركترستيك بتاعها ازاي، مشاكلها فين، علشان اما اجي اعمل تراب للشوتينج اعمل صيانه ابقى عارف الخطا ده ممكن يبقى مصدره ايه. فمن هنا اتكلمنا عن الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، واتكلمنا عن السامبلنج اند هولد، واتكلمنا عن الماثيماتيكال مودلز بتاعته. عشان اختم القضيه دي يبقى لازم نجيب النقطه المقابله. هل انا المايكرو كنترولر بتاعي اما يطلع الديجيتال كود المناظر للبروسيسنج اللي حصل جواه، هل هيدي الديجيتال كود ده للموتور عشان يشغله بالديجيتال كود؟ يعني هل انا هبعت الكود سيريال داتا مفادها 10110001 ولا لازم احولها لسيجنال اخرى؟ لازم احولها لسيجنال. هل السيجنال دي هتبقى سامبلد ولا المفروض تبقى في وضعيه الانالوج؟ يبقى انا محتاج احول الايه؟ الديجيتال كود الى انالوج سيجنال. عشان احول الديجيتال كود الى انالوج سيجنال يبقى انا في حاجه الى عنصر جديد هتطرق له برضه، معلش احتمل معايا للاخر لهدف انا عايز اوصل له. لازم اتطرق الى ما يعرف بالانالوج الديجيتال تو انالوج كونفرتر. العكس بقى اللي هو ايه يا جماعه؟ الديجيتال تو انالوج كونفرتر. دي ديجيتال، ايه انالوج سي كونفرتر. هاو، تعال نبدا الموضوع من اوله. انا مش من مدرسه ان انا احب ان انا اقول لك ايه دي الدايره ودي شرحها وما اقولكش الناس كانت بتفكر ازاي. طب ليه انت مصر يا دكتور ان انت عرفنا الناس كانت بتفكر في البدايه ازاي؟ لان هي دي التشكيل المنتاليتي اللي انا بتكلم عنها. ان لازم تبقى عارف الشراره بدات ازاي، لان وانس ان انت بدات الامور دي تتضح لك في اكتر من فيلد وفي اكتر من موضوع، هتلاقي ان انت دايما دماغك بدأ كده، بقت متبرمجه ذهنيا على كده، ان انت تبدا الموضوع من اوله فتلاقي نفسك عارف تطلع لقدام بسهوله. فمن قصدي يا شباب الموضوع بدا بالاوبريشن امبليفاير تاني بس انا دلوقتي قلت اوبريشن امبليفاير معايا، ما قلتش ان هو بفر، واخد بالك؟ تعال نشوف كده اوبريشن امبليفاير اهو، بس هستعمله از انفرتر. يعني ايه از انفرتر يا دكتور؟ تعال نشوف الاول از انفرتر يعني ايه. يبقى انا عندي نيجاتيف بار النيجاتيف تيرمينال، وانا عندي الجراوند هنا وصلته الايه بالجراوند اللي هو البوزيتيف تيرمينال. ده معناته ان هنا الجهد اللي على الطرف ده هيبقى بكام يا حبايبي؟ بزيرو. ده طبعا التغذيه بتاعتي بلس 10 فولت مثلا فور اكزامبل، او مش عارف 15 ولا 10، اعتقد 15 مش كده؟ دي التغذيه وده الاوتبوت بتاعي. فانا عايز اعمل ايه؟ انفرتر انفرتنج اوتبوت اوبريشن امبليفاير انفرتنج اوبريشن امبليفاير. يعني ايه يا دكتورنا العزيز انفرتنج؟ معناها ان انا بعمل فيس شيفت ما بين الاوتبوت والانبوت 180 درجه معايا. يعني انا مثلا لو انا دخل لي بوزيتيف بيك سينوسويدال، يعني تظهر هناك فين؟ في النيجاتيف بيك معايا. يبقى ايه اللي هو الشيفت بمقدار كام؟ 180 درجه. هاو، بمنتهى البساطه ان انا هستعمل انفرتد تيرمينال دي. يعني السيجنال بدل ما هدخلها على البوزيتيف تيرمينال هدخلها على الايه؟ على النيجاتيف تيرمينال. يبقى هنا هيبقى في مقاومه هنسميها ار ان، اقصد بالان انبوت ريزيستنس معايا. وهنا عندي الفي انبوت بتاعي دخلها على التيرمينال دي معايا. هنا هيبقى عندي السيجنالز اللي هي الار اف، اقصد هنا بالاف الفيدباك ريزيستنس
ار اف اختصر لي ايه يا جماعه؟ الفيدباك ريزيستنس، وهنا الاوتبوت بتاعي. يبقى هنا الاي اف اقصد بالاي اف الكرنت اللي مشى في الفيدباك ريزيستنس، هنا هيبقى الاي ان اقصد بيه الكرنت اللي ماشي في الانبوت ريزيستنس. طبعا بعض الكتب تكتب لك هنا اي او لان الاي او هو نفس الاي اف، يعني انت فاهمين قصدي، فمش هكتبها، لكن هنا هيكون الفي اوت اللي هو خاص بالاوتبوت فولتج. تمام يا حبايبي؟ تعالى نرجع تاني للكلام اللي احنا كنا قلناه، لان احنا الكلام اللي قلناه ده كان كلام كويس وكان ممكن نعتمد، يعني مش بمدح ده في الكلام اللي احنا قلناه، لكن امدح المعلومه. يعني المعلومه اللي احنا قلناها ان هنا عندي الزد انبوت مالها يا شباب؟ فيري لارج، مش هاي فقط، فيري لارج، لانها ممكن تبقى محصوره من 1 ميجا اوم الى 1 تيرا اوم. انا استاذ بس احد اخواتي الفضليات تطلع للانسات اللي بره ضمن تقول لها هدوء شويه، معلش انا اسفه بنتي. يبقى عندنا هنا الانبوت ريزيستنس فيري لارج فاليو، ليه؟ لان اقل قيمه متدنيه بالنسبه للانبوت ريزيستنس في الحاله دي كان 1 ميجا اوم، وده قيمه كبيره في الاساس، فاهم قصدي؟ لكنها ممكن توصل لكام؟ ل 1 تيرا. طبعا انتوا عارفين التيرا يعني كام؟ معايا يا شباب؟ تيرا اوم. ده يترتب عليه ان ايه؟ قلنا ان التيار اللي مسحوب هنا في دائرة الانبوت بتاعتي بيساوي كام يا حبايبي؟ زيرو. بيساوي كام يا حبايبي؟ زيرو. لان احنا شرحناها في المرة اللي فاتت، قلنا هنا ال V2 او V1، لو سمينا دي هنا V2، فقلنا ان التيار اللي جوه الانبوت ريزيستنس بتاعتي، الامبيدنس اللي جوه الاي سي، مش المقاومات الخارجية دي، اللي هو الاي هنا، المفروض انه يساوي في 1 ناقص في 2 على زد اي. وبما ان المقدار ده كبير جدا، يبقى المقدار ده هيكون ايه يا جماعه؟ متدني جدا، مش كده؟ لو قلنا ثيوريتيكالي زد ام انفينيتي، يبقى الاي بيساوي كام يا جماعه؟ زيرو. ده كلام احنا قلناه في المره الايه؟ اللي فاتت. ده معناته ايه؟ معناته ان التيار، شفت بقى انا هرتب على الكلام اللي انا قلته المره اللي فاتت، معناته ان التيار اللي ماشي في الار ان مش هيتم استهلاكه جوه الاي سي بتاعي بتاع الامبريشن امبليفاير، هيمر مباشره على مين؟ على الار اف. يعني هنا نقدر نقول ساعتها ان الاي ان بيساوي ايه يا شباب؟ الاي اف، على اعتبار ان الاي اللي هو تم استهلاكه جوه الامبليفاير بيساوي كام؟ زيرو. في حد معترض؟ طيب قانون اوم بيقول ايه؟ شفت ان اي معلومه ممكن تقولها هي تعتمد على البيزك نوليدج اللي احنا كنا دايما بنستهيفها او بنقول يعني ايه قانون اوم؟ قانون اوم ده هو اساس كل حاجه. فهنا لو احنا قلنا قانون اوم بيقول ايه؟ قانون اوم بيقول ايه؟ بنقول ان التيار اللي مار في موصل بيساوي فرق الجهد بين طرفي الموصل على موقته. مش كده؟ يبقى اذا هنا نقدر نقول ان الاي ان هيساوي في انبوت ناقص في 2 على ار ان. هذا معترض معايا؟ اللي هو مفترض انه بيساوي الاي اف، صح الكلام؟ وفقا للكلام اللي لسه قايله من لحظات، اللي هو بيساوي ها في 2 ناقص الفي اوت على الار اف. هذا معترض يا شباب؟ طبعا انا حطيت دوت في السياق ليه؟ علشان اقول لك ان ده هو ده وده هو ده، مش كده برضه ولا غلطان؟ يعني اقدر اقول دلوقتي ان في انبوت ناقص في 2 على ار ان يساوي ايه يا رجاله؟ رد عليا، في 2 ناقص في اوت على ار اف. حد ما اعترض؟ على الاقل حتى هذه اللحظه بناتي. تمام؟ طيب تعالى نرجع هنا تاني. قلنا ان هنا نظرا ان الهاي انبوت امبيدنس هنا موجوده، قلنا ان في 1 هتساوي كام يا جماعه؟ فاكرين احنا قلناها المره اللي فاتت، قلنا ان في 1 هتساوي في 2. جبت الكلام ده منين وايه دلالتك على كده؟ دي، مش كده؟ اما قلت ان التيار، نظرا ان التيار بيساوي صفر ثيوريتيكالي طبعا معايا،
يبقى ده معناته ان لو ضربت طرفين في وسطين يبقى معناته ان في واحد ناقص في اتنين هيساوي كام يا حبيبي؟ صفر. وده معناته ان في ايه يا جماعه؟ في واحد بيساوي كام؟ رد عليا في اتنين. لكن في واحد بكام اصلا؟ الاتصال المباشر بالايه؟ بالجراوند. وبما ان في واحد بيساوي زيرو فولت، السبب المتصل بمين؟ مباشرة. معايا؟ إذن ها؟ باتنين تساوي كام يا جماعة؟ صفر. يبقى إذن هنا أقدر أقول إن ده وده بيساوي كام يا حبايبي؟ رد عليا؟ صفار. تفهموا معايا يا شباب بالصوت. ده اسمه إيه يا جماعة؟ صفار. وعليه أقدر أقول هنا إن الـ V input على Rn بيساوي سالب، خد بالك بقى انفيرتنج فين 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 ها؟ انفيرتنج فيز شيفت كادرو 180 في اوت على ار اف، او بمعنى ادق تعالى نجمل الكلام ده كله نقول ان الفي اوت يساوي الجين بتاعي اللي هو يعتمد على قيمه مين ومين يا شباب؟ الار اف والار ان. لان لو هضرب هنا سوري هنا على لو ضربت هنا الار اف هنا شايفين هنا ضربتها هنا يبقى هنا كام يا جماعه؟ ار اف على ار ان طبعا في اشاره ايه؟ سالبه مضروبه في ايه يا جماعه؟ في ان. حد عنده اي مشكله كده؟ كده احنا جبنا الموضوع من اوله الكترونكس، وهو ايه الموضوع بالانالوج ديجيتال؟ تعالى نضيف عليها حته. انا بفكرك كان بيقولوا لنا ايه في كلاس بتاع الالكترونيك؟ حد معترض؟ عشان ما حدش يقول انا باني على ايه؟ على حاجه ما كانتش موجوده. لا اهي فكرتك بيها. تمام، تعالى نشوف بقى السامنج انفرتد او انفرتنج سامنج اوبريشن امبليفاير. قبل ما اخشها، في حد عنده اي استفسار على الكلام اللي انا بقوله ده؟ في حد عنده اي ازمات معاها؟ تمام يعني؟ طيب تعالى نعدل الديزاين ده وما تنساش الفورمولا دي. تمام؟ الديزاين ده هنعدله بالشكل ده. ده مين ده يا شباب؟ ده ايه ده يا شباب؟ امبليشن امبر انفرتد، يبقى على طول بوصل الايه يا جماعه؟ الجراوند بالايه؟ بالارضي. يبقى هنا كام فولت يا شباب؟ ها؟ زيرو فولت. وادى عندي هنا ده ايه اللي انا بعملها دي يا شباب؟ التغذيه. التغذية خلاص شباب؟ في أي مشكلة؟ ما زال دي إيه يا شباب؟ دي إيه يا شباب؟ المقاومة بتاعة الفيدباك. يبقى النقطة دي إيه يا شباب؟ علي صوتك شوية يا شباب. في أوت. المحب دايما بيحب يسمع صوت حبيبه، فأنا عايز أسمع صوتك ماشي؟ الا اذا انت مش عايز تسمع صوتي، ده قضيه ثانيه. ها عايزين تسمعوا الصوت؟ واضح ان انا عندي شعبيه كبيره في وسطكم. عايزين؟ ايوه، وانا عايز اسمع صوتك. يبقى دي هي يا شباب؟ دي اخر صوتك؟ دي اوت. وهنا دي يا شباب ايه؟ ويبقى ده ايه؟ ما تعلي صوتك. طيب طيب هتعمل ايه بقى يا دكتور؟ تعالى نعمل كده، نستخدم قانون بسيط كده كان بيقوله لنا بتوع الكهربية. تراجع لورا قوي كده ليه؟ ما هو العلم كده. كان بيقول لنا ايه طيب؟ الكيرشوف كارنت لوب، يقول مجموع التيارات اللي داخله لنقطة يساوي مجموع التيارات اللي خارجة منها. فاكرين بقى الكلام الجميل ده كله؟ مشكلتك وقتها اللي انت ما كنتش عارف ازاي توظفها وفين. لكن اكيد اي معلومة خدتها في الكلية اللي انت دايما تقول يا انا مش عارف انا باخد المعلومه دي ليه، لانك لسه ما وصلتش للنقطه اللي انت بتقول اه ده توظيف المعلومه دي في الحته دي. تعال نشوف احد توظيفات كيرشوف كارنت لو في الجيمز ده. يبقى هنا لو جبت انا هنا مقاومه كده، وعشان اتحكم في الجهد اللي عليها ممكن اخليه بصفر او ممكن اخليه بقيمه للفولت ما ايا كانت هذه القيمه. معايا؟ هنسميها احنا الفي ريفرنس.
وتحديدا هنحط هنا نيجاتيف عشان نعادل النيجاتيف اللي موجودة فين هناك. معايا شباب؟ يعني بمعنى بدل ما اوصل البطارية بالقطبية الموجبة هوصلها بالقطبية الايه؟ السالب. الفرق معايا؟ البطارية بدل ما اوصل الطرف السلكي بالموجب هوصله بالايه؟ بالسالب. ليه؟ عشان اعادل الانفيرجن اللي هيحصل هنا، يبقى الفوي اوت طالع ان فيز مش اوت اوف فيز. ان فيز مع الايه يا جماعه؟ مع الفي انبوت اللي هي الفي ايه يا جماعه؟ ريفرنس بتاعتي. يبقى هنا طب ما الان اللي هتحطه هنا روتاتري سويتش، يعني ميبي اخلي السويتش ده هنا، يبقى انا وصلته بمين يا شباب؟ بالفي ريفرنس. اوصله بهنا يبقى انا وصلته بالايه؟ بالجراوند. في اي ازمه؟ وعليه ممكن اعتبر دي ان هي اسمها بي. بي ايه يا دكتور؟ خليها زي ما انت عايز تسميها، موست سيجنيفيكانت بيت، يبقى هنسميها بي 3 لو انا هتكلم على 4 بت او 4 برنشات يعني. معايا؟ اللي هتبدا ببي نوت، بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. طبعا انا كتبت هنا موست سيجنيفيكانت بيت الغرض ما، هنيجي دلوقتي وقتها واشرحها. معايا؟ يبقى اذا هنا على حسب قيمه البي الروتاتور سويتش ده ممكن يروح هنا او يروح هنا. الروتاتور سويتش زي ايه؟ حد يقول لي كده؟ حاجه انا كنت بدرسها لك انا. الروتاتور سويتش ده زي ايه؟ انا درستها لك انا، انا ما درستلكش حاجه كتير، انا درستلك ماده ايه؟ واحده تقريبا او مادتين مش كده؟ درستلك لوجيك ودرستلك اتفضل. ايه؟ مالتيبلكس الزهراء اسماء المالتيبلكسر. الروتاتور سويتش ده مالتيبلكسر اهو. لو تو انبوتس يعني اعتبر انه انبوت متصل بالجراوند وانبوت متصل بالفي سي سي. وعندي هنا السلكشن لاين اللي هو وليكن احنا سميناه البي. معايا؟ طبعا المالتيبلكسر اللي هو ان اوتبوت اللي هو الخارج بتاعه. فهنا لو انا اعتبرت ان البي بتساوي زيرو معناها ان انا بختار الاي نوت. الانبوت اللي جاي من معناها ان الاوتبوت بيساوي الفي سي. لو انا اخترت دي ب 1 طبعا هنا الفي اوت هنسميها هنا في ان او في ريفرنس عشان تتشابه مع اللي فوق. معايا يا شباب؟ يبقى هنا لو زيرو، لو السلكشن هنا البي بيساوي زيرو هيبقى هنا الفي اوت هتساوي الفي ريفرنس. هنا لو البي بيساوي واحد يبقى الفي اوت هتساوي زيرو فولت اللي هي متصله بالايه يا جماعه؟ بالجراوند. شفت ان الهاردوير مش ازمه، لكن المشكله في توظيف الكومبوننت زي ما اسماء تفضلت وشاكره قالت لنا. يبقى الروتاتري سويتش مش حاجة خيالية عبثية مش ملهاش دلالة. هي فقط ان انا كل اللي انا عايز اقول لك برضو من الدروس العلمية اللي انا عايز اقولها لك، اربط المواد ببعضها. اربط المواد ايه؟ ببعضها. فهنا لو انا قلت لك اعمل التطبيق ده عملي، هتيجي تقول لي طب انا عامل السويتش ده رايح جاي ازاي؟ وتبقى ازمة وتقول لي انا مش عارف اعملها. حصل؟ رد عليا. مجاز يعني حصل؟ لكن لو انت فكرت في اللي تراكم المعرفه اللي عندك ووظفته هتلاقي ان المذاق العلمي موجود، اللي هي النقطه اللي بعض الطلبه بتصدر طاقه سلبيه. ايه علاقه اللي احنا بناخده ده بالشغل العملي اهو؟ معايا؟ يبقى الشغل العملي اهو. انا لو عايز اعمل الكلام ده كل اللي انا عايزه اعمله يا اسماء زي ما تفضلت وقلت اجيب مالتيبلكسر واحط عندي التو امبس بتاعتي على الطرفين هنا والخارج بتاعه على المقاومه دي وزي الفل. قشطه؟ محدش قال لي قشطه. تمام؟ تمام. يبقى هنا عندنا في مقاومه ما هنسميها ار 3 او ار 4 لانها مش هنسميها هناك ار 0 هنسميها ار 4. كم 4؟ هنشوف دلوقتي هتبقى كام. معايا؟ بعد كده طبعا عندنا هنا مقاومه ار ايه؟ ار كام يا شباب؟ محدش بيرد عليا. ار 3 علي صوتك. وهنا كام يا شباب؟ متصله بالفي سي. طبعا هنا برضه في ايه يا جماعه؟ روتاتر سويتش. يبقى لو انا مجازا عملت دي كده يبقى دي كده، يبقى دي معناها ان الجهد ده هنا في تيار قيمته كام؟ بيساوي الفي ريفرنس على ار 4. صح الكلام ولا غلطان؟ اما لو انا وصلت ده كده معناها ان الجهد بيساوي صفر، يبقى التيار هنا بيساوي كام؟ صفر. التيار هنا بيساوي كام؟ صفر. هنسمي دي كام يا جماعه؟ بي 2. دي هنسميها ار
بي واحد، ودي اسمها ايه يا جماعة؟ ار اتنين. احنا اتفقنا هنعمله اربعة بيت علشان الاناليز بتاعتنا ما تصعبش. فهنا نيجي هنا، دي ار كام يا شباب؟ ار واحد. طبعا وضعية السويتش اللي انا عامله ده وضعية فور اكزامبل، يعني احنا تعودنا دايما ان نعاكس هنا وضعيه الليست سيجنيفيكانت بيت عن الموست سيجنيفيكانت بيت، لان دي الوضعيه النهائيه لنوع من انواع الديكودرز، هو مرتبها بالترتيب ده مع اختلاف القيم. هنقول القيم دلوقتي بكام معايا يا شباب؟ يبقى اذا الكود اللي انا عملته ده هو ده كود اللي انا عملته ده الكود اللي كان طالع من مايكرو كمبيوتر او من مايكرو كنترولر، اللي هو بيقول ايه الكود دي هنا بواحد، دي الموست سيجنيفيكانت بيت ما تنساش، يبقى هنا واحد، البي 2 كان بزيرو، هنا كانت بواحد، هنا كانت بزيرو. يبقى كده وكأن المايكرو كنترولر، فاهمين ولا سمعت منكم؟ ها؟ اسمع صوت، فاهمين يا شباب؟ يبقى المايكرو بروسيسور بتاعي از كنترولر، او المايكرو كنترولر بتاعك از كنترولر، او الريسبير باي بتاعك از كنترولر، وات ايفر انت هتستعمل انه بكايه از كنترولر ديجيتال كنترول، هيطلع الكنترول سيجنال دي في اللحظه دي. هتنظرها كام في الفولت؟ الامر بقى بسيط. الكلام ده لما يخش على البي لكل مالتيبلكسر من دومن هيوصل حاجه بحاجه، صح الكلام؟ تعالى بقى نطبق قانون كيرشوف، ابلاي كيرشوف كارنت لو. ممكن امسح الحته دي يا شباب؟ ممكن امسح؟ خلاص انتوا فهمتوا الروتاتور سويتش والحاجات دي؟ يبقى اذا هنا لو احنا عملنا ابلاي لكيرشوف كارنت لو اللي هو بيقول لي ايه يا رجاله نسمع صوتكم، مجموع التيارات اللي داخله في نقطه يساوي مجموع التيار اللي خارج منها، اللي خارج منها هيبقى التيار اللي هنا، صح الكلام؟ اللي هو بيساوي مين؟ اي اف. يبقى اذا طب التيار ده هيساوي ايه؟ طبعا هننسى السويتشات اللي انا عاملها دي، المفترض ان هو هنقول ان هو اي 1 اي 2 اي 3 اي 4، صح الكلام؟ يعني المفروض ده كام يا شباب؟ اي 3. هنا ده كام يا جماعه؟ اي 2. هنا ده كام يا جماعه؟ اي 1. هنا اي نقطه. ولو تلاحظوا ان كلها داخله على نفس النقطه، لان النقطه دي هي نفس النقطه دي هي نفس النقطه دي هي نفس النقطه دي، يبقى اذا هنا اقدر اقول ان الاي اف بيساوي، طبعا احنا قلنا ليه اي اف بيساوي اي من هنا، صح كلام حبايبي؟ اي اف بيساوي كام يا حبايبي هنا يا محمود؟ ها؟ اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 ها زائد اي 4. في حد عنده اي اعتراض؟ او اي نقطه يعني وات ايفر، اي واحد خليها 4 3 2 اي 1 اي 2 اي 3 اي نقطه، مش هتفرق كتير، وات ايفر انت عايز ايه. كنا المفروض بقى نبدا بقى الترتيب بقى كده بقى عشان يبقى كلامنا منطقي شويه. اي نقطه، اي 1 اي 2 اي 3. في اي ازمه يا شباب؟ طيب اي نقطه دي بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي في ريفرنس على اروح. طب الاشاره، ما احنا خلاص ضيعنا دي مع ايه؟ مع دي. في اي ازمه كده؟ لان خاصه احنا قلنا الكلام ده هنا معايا. يبقى هنا هنقول اي اف قلنا المفروض بيساوي الار اف سوري الفي اف الفي اوت على الار اف، صح كلام حبيبي؟ وطبعا نظرا ان هنا في اشاره سالبه يا دكتور، ايوه الاشاره السالبه هتروح مع الايه؟ مع الاشاره السالبه اللي هتبقى ايه هناك. في اي ازمه؟ عليك نور كده وتمام التمام. يبقى هنا نقول الفي اوت على الار اف يساوي الاي اف، وعلي الاي نوت هيساوي كام يا جماعه؟ الفي ريفرنس على ار واحد. يعني الكلام ده اهو هيبقى واحد على ار واحد، صح الكلام؟ طب من فين الفي ريفرنس يا دكتورنا؟ الفي ريفرنس هتبقى في الحته مشترك زائد ها دي هتبقى في ريفرنس على ار 2. رد عليا، ار 2 يبقى 1 على ار 2 زائد ار 3 زائد ها 1 على ار 4. الكلام ده موجود في ايه يا جماعه؟ في الفي ريفرنس، صح الكلام؟ رد على حبيبي. واقدر اقول ساعتها ان الفي اوت معايا هتساوي بقى، هندخل بقى، هستأذنك في حاجة، هدخل هنا البي بتاعتي اللي هي هوصلها لأنها ضرب في الفيرفز، هنا ما قلتش ايه اللي فتح وايه
القفا. فهنا هنسميه كام يا جماعه؟ هنا لا بي نوت كانت مع الار 4، هنا بي نوت كان مع الار كام؟ 1 صح، لا جديد ماشي خلاص. يبقى هنا هتبقى ايه يا جماعه؟ بي نوت بي 1 بي 2 بي 3. في اي ازمه كده يا شباب؟ في اي ازمه يا شباب؟ عظيم جدا. طيب يا دكتور بقى ايه لو احنا ضربنا في الار اف هنا ممكن؟ عشان اتفرد بمين؟ بالبي اوت اللي هي القيمه المناظره للكود اللي انت هتدخلها. يبقى اذا هنا هيبقى عندنا ار اف، هجيب بقى دي هنا بقى هنا ارجعها موست سيجنيفيكانت زي ما متعودين معايا يا شباب. هيبقى ار اف على ار 4 في بي كام يا حبايبي؟ بي 3 محترض زائد ار اف على ار 3 في بي 2 زائد ار اف على ار 2 في بي 1 زائد ار اف على ار 1 في مين؟ رد عليا في ايه؟ في الريفرنس. في اي اعتراض؟ طيب دلوقتي انا بصيت له از ايه يا جماعه؟ سامنج مش كده برضو؟ رد عليا ليه سامنج؟ لان جمعتي 1 على 2 على 3 على 4 فبقت سامنج بيجمع. خدتوا الكلام ده في الالكترونيه مش كده؟ وشرحناها واثبتناها. طيب حولها لنا بقى يا دكتور لموضوعنا النهارده، احنا يعني طولنا قوي معاك وانت يعني الريتم بيملنا شويه. اقول لك معلش حتى مني عشان المعلومه تبقى منضبطه. دلوقتي انا لو اتحكمت في القيم ده اهي هقدر اوصل للي انا عايزه. ايه اللي انت عايزه؟ انا عايز اوصل للباينري ايكوفلنت. فاكرين النهارده لما قلت لك محاضره اولى كنا بكلمك عن المعادله المكانيه؟ فاكرين؟ لما كنت بقول لك المعادله المكانيه لاي رقم هي ان انا بجيب الباينري ايكوفلنت ومقابلها في الديسيمال. فكنا بنقول ايه؟ اول حاجه بضرب ده في 2 اس 0 يبقى ايه؟ 1 في 2 اس 0 زائد 1 في 2 اس 1 زائد 2 في 2 اس 2. فاكرين يا جماعه؟ سوري، 1 اللي هو الكود اللي هو يعني مثلا لو انا بحسب كده 1 1 1 0 1 كنا بنقول بنضرب دي اللي هي البي ده 1 في 2 اس 0 اللي هو البوزيشن بتاعي المكان بتاعه البوزيشن 0 زائد 1 في 2 اس 1 زائد 1 في 2 اس 2 زائد وهكذا المعادله المكانيه. فده اللي انا هعمله دلوقتي. فانا عايز الكلام ده يبقى البيز بتاعه 2. البيز بتاعه يكون كام يا جماعه؟ 2. وعليه نظر ان انا محتاج ان يكون البيز 2، فانا عايز اقول ان اي ريزيستنس والتي تليها، يعني الريزيستنس دي لو قلت ان هي ار على 2 يبقى دي ار، يبقى كده بضرب في كام؟ في 2. ده معنى كلمه الباينري ويت. ودي تبقى كام؟ 2 ار. طب ودي تبقى كام؟ 4 ار. طب دي تبقى كام؟ 8 ار. انت سؤال فاهمين قصدي يا شباب؟ ليه تستعمل الاثنين؟ عشان تبقى 2 اس 1 2 اس 2 2 فاهمين قصدي؟ يبقى اذا هنا على اسيوم باي اسامشن، او مش بالسامشن، مش اسامشن، هي انا بحاول استنتج لك القانون لكن بقول لك في الديزاين هيبقى ازاي عشان نلتزم بالقانون ونلتزم بفاكرين لما كنت بقول في السكسسيف ابروكسيميشن ريجستر لما كنت بقول لو الموست سيجنيفيكال بت بقت 1 يبقى القيمه بتساوي نص الفي ريفرنس. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين؟ يبقى ده علشان اربط دي بدي. يا خبر انت بتربط لي دي بدي، ما هم المهندسين كده. فعشان اربط دي بدي يبقى لازم اقول ان الار اف تساوي نص ار، وعليه تكون الار 4 بتساوي ار. ليه؟ عشان لما اجي احط له الكود اللي انا كنت في الاساس في السكسسيف ابروكسيميشن حاططه افتراضي، صح يا عمر؟ اما كنت بقول انا هعمل السيت للموست سيجنفكت ديت بواحد، ودي دلاله على ان الفي اوت هيساوي نص الفي ريف. فاكرين الكلام ده؟ يبقى لازم ده يتطابق مع ده عشان اما احط له الكود يحط لي نفس المعادله. واصله ولا لسه؟ معايا؟ تمام. يبقى هنا هعتبر ان الار اف بيساوي كام؟ يبقى دي بتبقى كام؟ ار. طب يبقى ار 3 كام؟ 2 ار. علي صوتك عشان اطمن عليك. ويبقى ار 2 بكام؟ حلو الكلام. ويبقى ار 1 بكام؟ في اي ازمه؟ عظيم. ما تيجي نطبق الكلام ده فوق. يعني ايه الكلام ده يا دكتور نص ار؟ يعني دي لو 1 كيلو يبقى دي كام؟ لا لو دي 1 يبقى دي كام؟ 2 كيلو. ويبقى دي كام؟ 4 كيلو. ويبقى دي كام؟ 8 كيلو. ويبقى دي كام؟
16 كيلو، واصله كده؟ واصله؟ يبقى اذا واصله يا بنتي؟ يبقى اذا هنا الفي اوت هيساوي، شيل بقى الار في هتحط ايه؟ وبما ان فوق ار وتحت ار يبقى هشيل الار وابقى القيمه بتاعتي، يبقى ديت هتبقى بكام يا شباب؟ مطرود يا شباب بايه؟ بنص، لان نص ار ونص في البسط الاثنين هتنزل فين؟ في المقام، مش كده؟ مقام المقام ايه؟ مقام البسط هيبقى مقام تحت، مش كده؟ يبقى هنا نص ار في كام؟ في بي 3 ايا كان البي 3 دي كام؟ 1 2 0 ايا كان الوضع. اتفضلي يا حبيبي. الموست سيجنيفيكانت بت يا بنتي بتاخد الدور بتاعه، يعني هنا 1 0 1 0 1 دي الموست سيجنيفيكانت بت، دي اللي بتاخد ال 2 اس 0. انا رجعت عكس معايا؟ يعني هنا لما اجي اجيب القيمه ديت كام؟ بقول 1 في 2 اس 0 زائد 0 في 2 اس 1 زائد وهكذا. معايا يا بنتي؟ تمام. يبقى دي بتساوي نص في البي 3 زائد، طبعا هنا هتبقى 2 ار في المقام الاول وفي عندي هنا نص، يبقى هتبقى كام هي تحت؟ ترد على حبايبي. يبقى 1 على 4 اللي هي 2 اس كام؟ 2. يبقى هنا ده 2 اس 2 في بي كام يا حبايبي؟ 2. معايا ولا مش معايا؟ لان ديت المفروض هتبقى ربع اللي هي 2 اس كام؟ 2. دي هتبقى كام يا شباب؟ 1 على 8، لان دي كام؟ هتبقى 4 ار. بس عندي دي نص، يبقى الاثنين تنزل تحت تبقى كام؟ 8 اللي هي كام يا حبايبي؟ 2 اس 3 في بي كام يا حبايبي؟ 1. معايا يا شباب؟ 2 اس 3 مش 2 مش 23، فاهمين قصدي يا شباب؟ اهو باينه كده؟ باينه؟ وده طبعا 2 اس كام يا حبايبي؟ اس 1 زائد هنا اخيرا 2 كام ده؟ 1 على 16 اللي هو 2 اس كام يا حبايبي؟ 2 اس 4 بي نوت في الفي ريفرنس. في حد عنده اي ازمه؟ رد على حبايبي. وعليه لو احنا طبقنا الاكزامبل بتاعنا ده على افتراض ان هنا هنطبق تي تي ال فولتج، ايه تي تي ال فولتج ده يا دكتور؟ تي تي ال طبعا انت اكيد قريت الداتا شيت، كل اللوجيك جيتس من التي تي ال فاميلي، اللي هي بكام يا دكتورنا؟ اللي هي 5 فولت اللي هي لوجيك 1. ليه انت ليه بدات الريفرنس بتاعنا كده؟ يعني بفكرك بالايام الخوالي معايا في ماده اللوجيك، معايا اما كنا بنقول ان اللوجيك 0 واللوجيك 1 في الرينج اللي هو من 3.5 فاكرين ل 5. شكرا 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 ست فاطمه، شكرا. من 3.5 ل 5 فولت فاكرين؟ فالتي تي ال فولتج الريفرنس بتاعها للوجيك 1 بكام يا جماعه؟ ب 5 فولت. في اي مشكله يا جماعه؟ ابلاي الكلام ده وابلاي الكود بتاعنا اللي احنا عملناه هنا، البي بيساوي 1، ده الموست سيجنيفيكانت ما تنساش في الرسمه بتاعت الانالوج ديجيتال بتعكس وضعيه الايه يا جماعه؟ البوزيشن. انت على فكره بتنام لو عايز تكسر وشك. معايا يا شباب؟ رد على حبايبي. معايا؟ يبقى اما تيجي ترسم الرسمه مش هتحط الموست يا اسماء، مش هتحط الموست سيجنيفيكانت هنا، هتحط فين؟ هنا. وتحط هنا الايه يا جماعه؟ الليست سيجنيفيكانت. يبقى هنا الليست سيجنيفيكانت اهو، وديت اللي هي الايه يا جماعه؟ الموست سيجنيفيكانت، عشان ما حدش ايه يتلخبط. في حد متلخبط لغايه دلوقتي؟ كلنا فاهمين؟ تمام. يبقى هنا البي 3 هنا بواحد، يبقى الكود هنا واحد، هنا ايه يا شباب متصله بايه يا جماعه؟ بالزيرو، هنا متصله بايه يا شباب؟ بالواحد، هنا متصله بايه يا رجاله؟ بالزيرو. ما تقوليش ان ده 10، انا ما بتكلمش على الديسيمال، فاكرين لما كنت بتكلم في سكسيسيف ابروكسيميشن بقول باينري كود وليس باينري ايكوفلنت، فما حدش يقول لي ده ايه يا جماعه؟ 10. ده ايه يا شباب؟ ده الباينري كود اللي جاي لي من مين؟ من المايكرو كنترولر، وليس باينري نمبرز، وليس ايه يا جماعه؟ باينري نمبرز. يبقى ده باينري كود. مصدره مين يا دكتورنا العزيز؟ مصدره المايكرو كنترولر. في اي ازمه كده يا رجاله؟ فاهمين؟ حد عنده استفسار؟ الريتم سريع بطيء ولا ممل؟ كله تمام كده؟ عظيم جدا. تعال نطبق. يبقى ده بكام يا حبايبي؟ بواحد. يبقى معايا نص.
ده بكام يا رجاله؟ بصفر. يبقى مش معايا. يلا اسماء طلعنا الاله الحزمه بتاعتك، جزاك الله خيرا. ده بكام؟ بزيرو عشان السويتش. ده بكام يا رجاله؟ بواحد. ده بكام يا رجاله؟ بزيرو. الروتاتور سويتش. طب والروتاتور سويتش هيتعملوا بايه يا شباب؟ ما سمعتش الكلام. بايه؟ بمالتي بلكسر. بمالتي بلكسر. خلاص شباب تمام. يبقى اذا كده يا اسماء هيبقى عندنا نص زائد ثمن مضروب في خمسة. نص زائد ثمن مضروب في كام؟ في خمسة. هي هتجيبوا ثلاثة كام؟ ثلاثة بوينت 25. 125. يبقى ما تتوقعش يا عمر ان انا اجيب للكود ده الديسيمال ايكوفلنت، لا بجيب له القيمه المناظره له في حاله تطبيق السكسيسيف ابروكسيميشن طبقناها مع الديجيتال تو. يبقى انا كده عملت ايه؟ حولت الديجيتال كود الى انالوج فاليو. انالوج ايه يا دكتور؟ ده هي نقطه. هقول لك خلاص عظيم. يبقى احنا هنا بنتكلم في الحته دي، هذا التايم وهذا الفولت وادى اللحظه تي اللي هي كانت بتساوي 3 وكام؟ 1/10. طبعا انت عارف البيت ريت بتاعه المايكرو بروسيسور، مايكرو كنترولر ده لو ضربنا ابسط صور لمايكرو بروسيسور كنت انا ساعتها قاعد على التخته زيكم كده وقتها في الكليه، واخد بالك؟ كان بروسيسور مثلا 80486 كان بيعمل الاجراء الواحد في 20 نانو سكند. 20 ايه؟ نانو سكند. يعني هو كل 20 نانو سكند هيبعت لي ايه؟ كود. كل 20 نانو سكند هيبعت لي ايه؟ لانه هيعمل بروسيس. مش احنا بيعمل اجراء كل كام؟ 20 نانو سكند. يعني 20 في 10 اس ناقص كام؟ 9. ما تتفاعلوا معايا يا شباب. 20 اس ناقص كام؟ 9. يبقى اذا كل 20 اس ناقص 9 من الثانيه بيطلع لي ايه؟ كود، لانه اجرى عمليه على الداتا اللي داخلاله. فطلع لي كنترول سيجنال مكافئه. تتخيل كده بعد نقطه بقت هنا، خد بالك في 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 فراغ، بس القصور الزادي بتاعه انت مش هتلحظه ولا الالكترونيك ديفايس ايه هتلحظه. ويبقى واحده تانية هنا، واحده تانية هنا، واحده تانية هنا، واحده تانية هنا. ها ها ها، فاهمين يا حبايبي؟ زائد ان انا برضو هيكون عندي كياسه، حتى الحته الصغيره دي هقوم جاي حاطط بعد الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، هقوم حاطط هولدر. يبقى حتى لو كانت هنا في فيل يعمل ايه؟ يقوم جاي واخد الحته دي وكانها بس ايه؟ كوانتايز، بس في فتره صغيره جدا. فاهمين قصدي يا شباب؟ فتبان ايه؟ هتبقى اه صحيح كوانتايز في الفتره دي، في الفتره الفراغ. وبعد كده وبعدين فاهمين؟ بس نظرا ان هي في فترات زمنيه ايه صغيره، فالحته دي الاسترز الصغيره دي مش ايه؟ مش باينه قوي. يبقى انا كده حولت ايه يا شباب؟ الديجيتال كود الى انالوج سيجنال مع وجود الايه يا جماعه؟ الهولدر. طبعا الهولدر ده معروف. اللي احنا عملنا له الماثيماتيكال الموديل بتاعه في المحاضره اللي فاتت. فاكرين يا شباب؟ عظيم جدا. طب يا دكتورنا يبقى انت اللي شرحته ده اسمه ايه؟ بمنتهى البساطه ده اللي اسمه الباينري ويتنج. حط له بقى مسمى تاني، باينري ويتد ريزيستور انالوج تو ديجيتال كونفرتر. انالوج تو ديجيتال ايه؟ كونفرتر. يبقى الراجل اللي عمل الانالوج تو ديجيتال ده ابو زيد كان شاطر في الالكترونيات وكان شاطر في الديجيتال، فاهمين يا رجاله؟ كان فاضل فين؟ في الالكترونات عشان يوظف السامنج امبليفاير. يبقى اما كان قاعد في حصه الالكترونات كان مركز مع الدكتور بيقول له ايه، ما كانش بيفكر في انه يحل مساله. حاضر يا محمود. ما كانش بيفكر انه يحل ايه؟ مساله. كان بيفكر ان المهندس منتاليتي مش كشكول، ولا يمنع ان المهندس بيحل مسائل، لكن في المقام الاول ايه؟ منتاليتي. المنتاليتي هي توظيف المتاح.
يبقى هو كان خد في الالكترونيك كلاس، خد الانفرتنج ساوند اوبريشن امبليفاير، وخد في كورس الالكترونيك اللوجيك، خد المعادله المكانيه وازاي احول الرقم الى باينري كود بتاعه، فعمل الفورمولا دي. طب ليه انت حطيتها في الفورمولا دي يا دكتور ما ردتش عليه؟ وهسمع سؤالك بس بعد ما اجاوب واحد تاني. هسمع. طب اديني، طب اتفضل. احسنت. معايا دكتور. طيب يا دكتورنا الفورمولا دي عشان تبقى بيناري ايكوفالنت، دي مش البيناري ايكوفالنت يا دكتور. هقول لك تيجي نلعب جيم صغيره كده، تعال نيجي هنا كده. لو انا ضربت الفي اوت في 2 اس ان، وهعمل الفورمولا مش 4 بت بقى، هعمل الفورمولا كام بقى؟ ان بت يا عمر، ماشي؟ عشان نوصل بقى. انت حور اوفر مايند يا محمود، تعمل 4 بت، تعمل 8، تعمل 10، تعمل 12، على حسب الديزاين بتاعك، اعمل اللي انت عايز تعمله. هنضرب هنا في 2 اس ان يا حبايبي. في حد عنده اي اعتراض في الفي اوت؟ حد عنده اي اعتراض؟ انا معترض. ليه؟ لان طالما ضربته في طرف يبقى لازم اضربه في الطرف الاخر، صح الكلام؟ يبقى اذا هنا 2 اس ان في الفي اوت، يبقى هنا 2 اس ناقص 1، ان ناقص 1. جبت الكلام ده منين يا دكتورنا؟ هنا عندنا دي كام؟ نص، اللي هي 2 اس كام؟ اس ناقص 1. وانا ضرب في كام؟ في ان. واما بضرب الاسس بعمل ايه؟ بجمعها، يبقى ان ناقص 1 عشان الاثنين اللي هنا. وصل الكلام ده؟ في مين؟ في البي ان. بي يا جماعه؟ ان، اللي هي كانت بي 3 هنا، اللي هي هناك في الان مود هتبقى بي اس ايه؟ بي ايه يا جماعه؟ بي ان، او تحديدا هنقول بي ان ناقص 1. معايا يا شباب؟ على اساس ان دي 3 ودومات كانوا 4. خد بالك دومات كانوا 4 بت، ودي كانت كام؟ بي 3. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى دي بيبقى بي ان ناقص كام يا حبايبي؟ اتفضل يا حبايبي، 1. معايا؟ فاي عنده ازمه دلوقتي؟ ها زائد ها 2 اس ان ناقص كام يا حبايبي؟ 2. طب جت 2 دي منين؟ لان دي كانت هتبقى كام؟ ربع، اللي هي 2 اس 2. عرفتوا ليه انا حطيتها على 2 اس 2؟ اللي هتطلع فوق بكام؟ ب 2 اس ناقص 2، تضرب في 2 اس ان تبقى 2 اس ان ناقص 2. في بي كام يا حبايبي؟ الى نقط 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 بلس. هنا خد بالك يبقى 2 اس، كل مره الان بتنقص، لقيت لما تبقى 2 اس كام؟ 1، مش كده؟ في بي كام؟ بي 1 زائد 2 اس كام؟ في بي كام يا جماعه؟ 0. دي ايه دي؟ اللي هي الايه؟ تحويل الكود الى الرقم الديسيمال المناظر بتاعه، مش كده؟ اللي هو الرقم الايه؟ هنا ما كانش الكلام ده، ده هنحول المساله نحلها بطريقه تانية مختلفه عن ديت. الرولز الاصليه اللي تتوافق مع السكسسف ابروكسيميشن. تعال نتحول لكشاكيل. حاضر والله هرد عليك، انا عارف ان انت عايز تسال. نتحول لكشاكيل، ده مش انقاص من الكشكول، لكن انا عايز اقول لك تعال بقى نحل مسائل بطريقه اسرع بالماثيماتكس اللي هو في دماغنا في اللوجيك، واخد بالك؟ يبقى ديت هتبقى الان كابيتال اللي هي الديسيمال فاليو، صح كلام؟ اللي هي الايه يا جماعه؟ الديسيمال ايه؟ فاليو للانبوتس اللي هو او للانبوتس اللي هي داخله على مين؟ على الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. معايا يا حبايبي؟ رد عليا. الكلام ده مضروب في ايه؟ في الفي ريفرنس. ونطلع بقانون هتستعمله الدكتوره ندى معاكم، الدكتوره ندى معاكم في السكشن اللي هي هتقول لكم فيه ان الان اللي هو الانبوت كود هيساوي الفي اوت على الفي ريفرنس في 2 تو ذا باور ان. نسمع سؤال الزميل الفاضل ومن ثم استكمل الحته دي. معايا يا شباب؟ شفتوا القانون ده قبل كده مع الباشمهندسه؟ مش انتوا حليتوا بتقولوا مسائل؟ استعملت القانون ده؟ منين القانون ده؟ من هنا. ما ينفعش ان انا اخش اديك اقول لك الفورمولا كذا كذا كذا، الفورمولا دي جت من هنا من المحصه الالكترونيه يا رجاله. اتفضل حضرتك اسال سؤالك.
انا خلاص ايه؟ يعني انا جاوبت؟ طب الحمد لله. خلاص حبايبي الدرس اللي انا عايز اعلمه لك وصل؟ فوصل خلاص لتوظيف الاوبريشن امبليفاير الى حاله السامينج بوينت انتقالا الى الباينري ويتد ريزيستور ريزيستورز انا ديجيتال تو ديجيتال تو انالوج كونفرتر انتهاء بالماثيماتيكال فورمولا اللي انا لسه ما اديتلكش عليها مثال. بس الدين انا هنا خدنا مثال هنا ادينا مثال هديهولك دلوقتي معايا الى ان بدا يشوف شغله ده ملائمته للبراكتيكال ايشوز شكلها ازاي. فاكرين بقى كلمه انت هتفضل تشتغل لنا عجبك العنوان ده ولا ايه؟ عجبني. واخد بالك البراكتيكال ايشوز بتتصل بايه؟ يا ترى ادائي ايه يا ابو زيد في الكلام ده؟ يجي يقوم باصص هنا كده يقول لك والله ده انا عندي مشكله كبيره جدا. ايه يا عم الحاج؟ قال لي اولا انت افترضت معايا افتراض عشان توصل للفورمولا دي ان يكون اي ريزيستنس والتي تليها يكون الريزيستنس ده يا اما نص اللي تليها يا اما اللي تليها ضعف هذه الريزيستنس. يبقى هنا الفكره مش ان انت تبقى واخد فكره عن الموضوع، الفكره تبقى انت عارف اساس الموضوع. لان معلوماتك عن اساس الموضوع يا محمود هو ده اللي هيخليك تعرف تبنيه. يعني ده اللي هو اللي جه بعد كده اما عرف العيوب دي بنى على الاساس ولا بنى على الموضوع؟ على اساس الفورمولا دي. انا عايز احافظ على الفورمولا دي بس باسلوب مغاير للمشاكل اللي ظهرت لي هنا. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى مش الفكره ان انت تبقى عارف، الفكره ان انت تبقى عارف اساس المعلومه فيه. واصله كده يا بنتي؟ حد معترض يا شباب؟ عظيم جدا. طب تعالى نيجي هنا نشوف ايه بقى انتقاده لذاته، جلد الذات عنده شكلها ازاي. قال لي والله انا اعتمدت اول مشكله من وجهه نظره في الفابريكيشن براكتيكال ايشوز. مش لازم تكون مهندس اصلا دماغك في السحاب، بس لازم رجلك تكون في الارض. فاهمين قصدي يا شباب؟ لازم دماغي تبقى فين؟ في السحاب، بس انا حاطط رجلي فين؟ على الارض. ان الفكره اللي انا بقولها دي ازاي هنفذها؟ يعني اللي عمل الصاروخ اللي وصل المريخ كان بيدرس زيك كده المقاومات اللي على التوالي والمكالمات اللي على التوازي في الاول. خلاص يا احباب، يبقى هنا انا عندي المقاومه دي هتكون نصف المقاومه دي، سوري المقاومه دي نصف المقاومه دي او دي ضعف المقاومه اللي قبلها. طب ايه المشكله في كده؟ تعال نشوف. فبيقول لك اتش ريزيستور، الناس اللي بتتكلم اتش ريزيستور هاز اكزاكتلي هالف اوف بريفيوس وان. ماشي، ده الكلام انت لسه كنت بتقوله دلوقتي. طب ايه المشكله برضه؟ بيقول لك ده معناته ايه؟ معناته ان الفروق بين قيم المقاومات دي، خد بالك لو احنا بدانا هنا بواحد كيلو اوم، انت هنا بكام يا جماعه؟ ب 16 كيلو اوم. ده الكلام ده في 4 بت. يبقى مشكلته ان انا عندي فروق كبيره بين المقاومه الاولى اللي هي كانت 1 كيلو في 4 بت، يبقى انا عندي 1 كيلو و2 كيلو و4 كيلو و8 و16 في 4. يعني لو بتكلم في 12 بت هيبقى عندي 256 يعني ضعف اللي قبليها. طبعا الكلام ده كفابريكيشن فيري ديفيكولت. انا بتكلم على الاي سي بقى اللي انا هنتجه اللي جواه المقاومات دي. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى بيقول لي عندي اهو اتش ريزيستور هاز اكزاكتلي هاف اوف بريفيس 1. ده الواقع. طب ده معناته ايه؟ As a result the difference between the resistance value corresponding to least significant bit اللي هي هنا والليست والموست سيجنيفيكانت بيت وايد رينج والانكريز. يعني المقاومه الاولانيه ال 4، الثانيه هتبقى 2 اس ان ناقص 1 في ار، يعني ده 1 كيلو، يبقى ده وقول 12 بت، يبقى هنا 2 اس 11 اللي هي 2 اس 11 اللي هو كام؟ 2048 اللي هي 2 كيلو وشويه، اللي هي 2000 2 ميجا وشويه. فاهمين قصدي يا شباب؟ 2 ميجا وايه؟ وشويه. طبعا قيمة كبيرة، فرق كبير قوي ما بين الأولانية والإيه؟ والأخيرة. واخد بالك ده؟ طب إيه المشكلة برضه؟ بيقول لك It is very difficult to fabricate such a wide range of R within الأي سي بتاعي. يبقى بتاع بقى المصنع لما جاي يقول له بقى طبق لي الكلام ده بيقول لك والله أنا عندي صعوبات يا باشمهندس، حاول تحل المشاكل دي بعدين. معايا؟ ليه أنا عندي صعوبات وأنا بعمل فابريكيشن للأي سي بتاعك بتاع الأنالوج تو ديجيتال كونفرتر بالديزاين ده عندي مشكلة في الوايد رينج دي؟ طيب بس كده؟ لا،
طب ده هيترتب عليه ايه؟ ده هيترتب ان كل ريزيستنس من دي هتهولد كرنت مختلف عن الثاني، لان عندي التيار بيساوي الفولت اللي هو ثابت على الايه؟ على الار، مش كده؟ يبقى ديت هتشيل كرنت مختلف عن دي، مختلف عن دي، مختلف عن دي، مختلف عن دي، مش كده؟ طب برضه ايه المشكلة يا دكتور؟ المشكلة ان اخر ريزيستنس هيبقى الكرنت فيها ايه يا جماعة؟ عالي جدا، يعني ممكن المقاومة تحصل لها مشاكل، او بمعنى ادق تسخن قوي. طب ايه لما تسخن ايه المشكلة؟ المشكلة ان انا عندي حاجة اسمها الماتيريال دي ممكن تكون بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت، يعني الار بتاعتي بيساوي الار نوت في 1 زائد الفا تي. الله الله الله، انت رجعتنا ورا قوي قوي قوي، ايام ما كنا بندرس كهربيه. هنا بيقول ان الار بيساوي الار نوت، الار نوت عند 25 درجه مئويه، وده التمبريتشر كوفيشنت بتاعت الماتيريال بتاعتي اللي انا صنعت منها المقاومه، ودي درجه الحراره اللي هي سخنتها. يعني كل ما الحراره تزيد بيحصل ايه في ديت يا شباب؟ المقاومه بتزيد. طب المقاومه ما هتزيد التيار ايه؟ هيقل او هيختلف التيار ايه؟ هيختلف. يبقى القراءه اللي هتطلع هنا هتبقى ايه؟ غلط. هتبقى ايه؟ غلط. واصله ولا مش واصله؟ يبقى اذا هنا بيقول لي اتش ريزيستر هاند ديفرنت فاليو اوف كرنت، يبقى معناها ان الموست سيجنيفيكانت ريزيستر كوارت تو هاندل لارج ايه كرنت، معناها ان تشينج اوف تمبريتشر ويل كوز تشينج ان ريزيستنس، هو اتش ويل افكت الاوت فولتج معايا. طب ما ممكن واحد يقول لي يا دكتور طب ليه انت اعتبرت ان الماتيريال بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت ما جايش تكون نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت؟ يبقى اذا المقاومه بتاعتي برضه هتقل، يبقى برضه الاوتبوت هيتغير لحاجه مش خلاف الواقع. واصله يا شباب ولا مش واصله؟ يبقى دي الديس ادفانس. طب الكلام ده يا دكتور مطلوب مننا؟ نرجع تاني بالواقع اللي انت بتقوله، انت لما نيجي نمتحن طالما انا قلت يبقى مطلوب معايا. يبقى انت تعرف العيوب، تعرف المميزات. طب ليه نعرف العيوب؟ عشان اعرف المهندس فكر ازاي بعد كده. يبقى انحصرت العيوب في البدايه. ايه البدايه؟ ان انا عندي مقاومات ضعف الايه التي او نصف التي تليها او التي تليها ضعف التي تسبقها، صح الكلام يا حبيبي؟ يبقى انا لازم اخرج من الازمه دي. واصله يا شباب؟ رد على هيا يا حبيبي، واصله؟ يبقى اذا هنا دي اول واحده وادي عيوبها. نبدا، ما فيش السبوره الثانيه؟ ماشي. هنبدا نفكر في الحلول، بس على ما يجي محمود من هناك من يجيب لنا، مش بتاعي، بتاع سنه ثانيه. دي لعبد الرحمن في سنه ثانيه. تعالى ناخد مساله على دي، على ما محمود يجيب لنا السبوره. طبعا انت خدتوا المساله دي فهمناها، يعني ممكن تجيب اي كود، وانا في الدكتوره ندى هتشرح لكم الشيت، تجيب لك اي كود وتقول لك هات الايه الباينري ايكوفلنت الناظر، قصدي الاوت فولتج المناظر له. اتفضل حضرتك. مفيش مواد ما بتاثرش بالحراره، المواد تصنف الى امرين، يا اما هي بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت زي مثلا البي جي تيز والحاجات دي، لان انت بتتكلم على الايسيهات، الكلام ده هيتحول برضه لايسيهات، واخد بالك؟ زي البي جي تي، فالبي جي تي التمبريتشر بتاعته لما بتعلى المقاومه بتاعته بتقل. بتقلل المقاومه بتاعته، بتقلل المقاومه. بينما الفيت مثلا ترانزستور بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت، يعني لما درجه حرارته بتعلى مقاومته ايه؟ بتعلى. عندنا الحته التقنيه دي. من تاني البايبولار جانكشن ترانزستور ممكن يستخدم از سويتش، والفيت ترانزستور ممكن يستخدم از سويتش، وانا وضحت لكم الكلام ده في التطبيق بتاعي اللي هو في المحاضره الاولانيه. اخد ده ولا ده بناء على ايه؟ الاجابه انك ممكن تسال في الكلام ده بره. الاجابه البي جي تي نيجاتيف تمبريتشر كوفيشن، يعني درجه حرارته بتزيد يبقى مقاومته
بتقل، يجي يقوم قايل لك خلاص خليه في المنطقه اللي بيكون فيها اللو فريكوانسي ريت عاليه. ليه؟ لان انا مش عايزه يشتغل فتره طويله في الاون. فمن قصدي يا شباب يبقى الابلكيشن اللي هي فيها هاي فريكوانسي يبقى شغال سويتشنج في الحته دي، لكن مش عايزه يشتغل في الاوبريتنج بتاع الكوندكشن بشكل ايه كبير. واصله كده؟ واصله؟ طيب الفيت عكسه، الفيت بوزيتيف تمبريتشر كوفيشن يعني مقاومته بتزيد مع درجه الحراره، يجي يشتغل في اللو فريكوانسي ابلكيشن. ليه في اللو فريكوانسي؟ لانه مش عايزه يشتغل في السويتشنج في مرحله السويتشنج قد ما انا عايزه يشتغل في مرحله الكوندكشن. واصله كده ولا مع مزيد من التوضيح لمن اراد في البريك؟ نرجع لقضيتنا تاني. يبقى اذا تمبريتشر كوفيشنت بوزيتيف او نيجاتيف معناها التغيير في مقاومه الريزيستورز اللي موجوده هنا اللي هيترتب عليها التغيير في قيمه الاوتبوت فولتج اللي هنا. وصل كده ولا لسه؟ رد على حبايبي. واصله. طيب البديل، هنشوف البديل بس بعد ما نحل المساله اللي انا عايز اقولها. بيقول لي مثلا وات از ذا انبوت از نيدد what the input is needed دي طبعا مساله ملهاش علاقه بقى بالديزاين، احنا فهمنا الديزاين خلاص، بس يعني علاقه تطبيق القانون ده هيتم ازاي. what is the input is needed to get a 6.5 output voltage. طبعا فولت output voltage. هنا طبعا ال V reference هو اعتبره ب 10 اعتقد. اعتبره ب 10، ال V reference ب 10. طبعا هنا بمنتهى البساطة هو هنا دي الديسيمال فاليو. دي ديسيمال 6.5 فولت. اللي هي بالنسبة لي اللي هي دي. اللي هي سوري اللي هي دي. اللي هي 6.5 فولت. طيب ال N ده اللي هو إيه يا دكتور؟ ال N ده اللي هو الكود. اللي أنا هدخله اللي انا ما اعرفش في كام بت، في 10 بت. يبقى هنا هيكون ال N بيساوي 10 بت. نستكمل البيانات اهي. يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ايه؟ يبقى عندي هنا 2 اس 10. 2 اس 10 اللي هي كام؟ 1024 مضروبه في 6.5 اللي هو الاوت فولتج اللي طالع لي هنا مقسوم على الريفرنس فالتو اللي هي كام يا جماعه؟ 10. ده اللي هيطلع القيمه بالديسيمال. هتطلع كام؟ كام؟ 66 بس؟ لا 600 وشويه. كام؟ 600 كام؟ 605 و60 وحاجة و6 من 10 معايا يا حبايبي؟ تمام. 665 و6 من 10. خد بالك هنا وجود الكسر دلالة، ما تزور عليا يا شباب على ما أكمل الفكرة وبعد كده حضرتك اسأله. وجود الكسر دلالة على حاجة، دلالة على ما فاكرين أما أقول لك أما قلت لك اثبت ان التحويل من ان انالوج تو ديجيتال كونفرجن از ان ابروكسيميشن. كذا برضه التحويل من الديجيتال تو انالوج از ان ابروكسيميشن. ليه؟ لان هنا انا مش بتعامل مع النمبر از فلوتنج بوينت. ده عشان كده بعض الناس ساعات بتقوم حاطه لك ان هوك، تقوم جاي حاطه لك القانون ده ما بين قوسين ويقوم كاتب لك قبلها انتجر اي ان تي. يقوم كاتب لك قدامها كلمه ايه؟ انتجر اي ان تي. يعني هو وارد انه يعتبرها
ب 665 او ب 666، لكن مش هيدخلك الفلوتنج بوينت معاه. فعلى افتراض ان هي 665 لو حولناها، تعرفي معاك هيكسا ديسيمال، حوالين 665 الهيكسا ديسيمال بتاعها. ستمية خمسة وستين ديسيمال حولها لهكسا ديسيمال كام؟ 299 اتش. وعليه هو قال لي ده عبارة عن، خد بالك 299 اتش ده 12 بت. اما اجي اكتب الكود بتاعي اللي هيطلع، هقوم قايل له الكود بتاعي اللي هيطلع شيل الزيرو زيرو بتاعت الاثنين لان مش هتظهر. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى هنا 1001 اللي هي كام؟ 29001. يبقى ده الباينري انبوت كود اللي داخل على الباينري ويتد ريسيستور ديجيتال تو انالوج كود اللي هو هنا، اللي هي البيز بتاعنا اللي انا اتكلمت عنها اللي هي البي ثلاثة. حاضر يا ابني والله العظيم، لطفا بس من حضرتك انتظر حتى يكتمل المقال عشان يكون السؤال في صلب المقال. معايا اسماء، معايا ابو زيد، معايا رجاله، انظروا فين يا شباب؟ بخير يعني؟ طب بخير، اهم حاجه يكون بخير. ماشي يا شباب؟ معايا رجاله؟ حد سمعت الصوت؟ معايا. طيب او يبقى كلمه او معناها ان هنا في ان ابروكسيميشن، صح كلام؟ لان هو القيمه الاساسيه مش 665، ده 565 وكام؟ وستة من عشرة. هو تجاهل مين؟ الستة من عشرة. في ابروكسيميشن اور نوت؟ حدش يرد على ليه؟ في ابروكسيميشن. او تكون كام يا شباب؟ 666 اللي هي كام هيكسا ديسيمال؟ ازود واحد عليك نور، ها؟ اللي هي تبقى عندنا كام؟ ايه 9 2، ايه 9 2 اللي هو الكود بتاعه هيبقى كام؟ 0101 اللي هو ايه؟ 1001 01. مع شباب دول هم العشرة بت، وده مفهوم او دلالة الابروكسيميشن. هنسمع سؤال للزميل وندي بريك 5 دقايق النهاردة، مش ده البريك الاساسي بس 5 دقايق نفك وبعد كده نرجع للموضوع بتاعنا. اتفضل حضرتك. لا انا هنا ما قلتش الكلام ده، الكلام ده كنت بقوله او انا ما كنت بتكلم في الكوانتايزيشن. الاصل ان انا ما بتعاملش مع الفلوتنج، خلاص؟ فانا ما انا فاهم اللي انت عايز تقوله، فهمت والله. عملت سيموليشن يعني له يعني عملت سيموليتور له يعني بتقول؟ اتفضل. لا هو الايرور ماثيماتيكالي بلس اور ماينس، يعني مي بي ان انا اضيف مي بي ان انا نكذب ريليتد للنقطه اللي فوق او للنقطه اللي تحت. ده انا بتكلم على الفورمولا اللي هي الماثيماتيكال فورمولا بتاعتي. معايا يا شباب؟ كونه بقى ان هو بيقربها للي تحت او اللي فوق، انا عن نفسي ما عنديش استيميشن، ما عنديش ضمانه اقولها لك انه هياخد اللي تحت ولا هياخد اللي فوق، ده وفقا للبرفورمانس بتاعت الديفايس بتاعتك. وعليه فهنا مفهوم الابروكسيميشن موجوده برضه. اتفضل حضرتك. ايوه انا فاهم كلامك، ما انا فهمت السؤال، انا قلت لك دي الفورمولا الرياضيه، لكن كون ان الديفايس بتاعي هيضيف او هيقل ده بناء على الديزاين بتاعه وعلى الماتيريال اللي استخدمته في التزيين والستنستيفتي بتاعته. عشان كده في ديفايس بيبقى ب 10 جنيه وفي ديفايس بمليون جنيه والاثنين انالوج ديجيتال. فاهمين قصدي ولا مش فاهمين قصدي؟ ده ساينتفك وده ستودنت كلاس. معايا ولا مش معايا؟ يبقى اذا هنا هيضيف ولا هيعمل ولا هو هيضيف ويقلل على حسب الديزاين، وعلى حسب الديزاين هو مبني على ايه. اتفضل حضرتك. سؤال
معلش انا ما عندي مشكلتين، المشكله الاولانيه ان انا مش سامعك، المشكله الثانيه ان الريتم الصوت سريع شويه. اتفضل تاني من تاني. وارد ان هي تساوي هو سؤال الزميل بيسال سؤال، البي اوت هنا لو حطينا كله 1 1 1 1 خد بالك الحته دي جميله منه، ودي برضو بتوفق مفهوم الابروكسيميشن ان انا بحاول اعمقه جواك. يعني مثلا واحد الزميل بيقول لي ايه محمود مش كده؟ هشام ان شاء الله انا دايما هديكوا اسماء يعني بعيد عن بعضها خالص. انا قال لي لو افترضنا ان كل البيز دي كلها راح نحطينها بوحيد، المفروض بقى ان الفي اوت يساوي الفي ريفرنس. لا اللي هتلاقيه ان اما يصل هتلاقيه 9.999 في ريفرنس. طيب اتفقنا مع بعض ان دايما المهندس في حاله استنفار دايما معني بحل المشاكل مش عمل المشاكل، فبدا عنده كل القوالب اللي اتحطت فيه الويتنج ريزيستور انالوج ديجيتال تو انالوج كونفرتر بدا يستعرضها مع بعض. لا ان القضيه متمحوره في ان انا عندي وايد رينج اوف ريزيستورز تبدا ب 1 كيلو تنتهي عند 256 كيلو، ده امر مزعج للغايه بالنسبه له من وجهه نظره يعني، وهو كانت نظره صحيحه على فكره. فيبدا يعمل ايه؟ قال لك خلاص انا هعمل حاجه تعتمد في المقام الاول على قالب واحد من الداتا ار و2 ار. بقى الامر سهل يعني، لو عندي 1 كيلو يبقى الثانيه 2 كيلو، لو عندي 2 كيلو يبقى الثانيه 4 كيلو. فبدا يعمل حاجه اسمها الار 2 ار رادار لادر ديجيتال تو انالوج كونفرتر. طيب ايه الفكره؟ هو حافظ على نفس الفورمولا الرياضيه. يبقى بدايه يا جماعه طب اثبت لنا يا دكتور ان هو حافظ على الفورمولا الرياضيه. طب ما تيجي ناخد كود واثبت لك ان هو الكود ده ناظر للفكره اللي فاتت ولا لا؟ صح الكلام؟ يعني عشان نبسط علينا الموضوع ده عباره عن بيت 4 بت، يبقى مثلا لو الانبوت كود بتاعي كان 1 0 0 0 ليه اخترت ده تحديدا يا دكتور؟ مش للسهوله قد من رغبتي ان انا ابدا الموضوع من اوله وانتهي بيه لايه؟ للانبوت ده رقم واحد، رقم اثنين علشان اربطه بالسكسسيف ابروكسيميشن ريزيستر. اما كنت بقول لك اما اسيوم ان الاولاني بيساوي واحد اللي هو الموست سيجنفكت بيت، يبقى ده نص الايه؟ الاوت. فاكرين يا جماعه الكلام ده؟ تعال نربطه مع بعض في الحته دي. تعال نبص بمنتهى البساطه، تعال ننفذ الكود ونفهم منه الديزاين. الكود معناها ان السويتش الاولاني اللي هو ده ب 1 صح كلام حبيبي؟ ده جراوند اهو، ده جراوند، ده جراوند، صح كلام انا غلطان كده؟ اصبح بالنسبه لي اللي متصل هم الاثنين دول، او سوري انا بدات بالموست سيجنفكت بيت يبقى ده الجراوند، انا اسف وده الموست سيجنفكت بيت، صح كلام يا حبيبي؟ وده الليست سيجنفكت بيت، صح كلام يا حبيبي؟ طيب تعال نحل الكلام ده، نحله ازاي؟ تعال نرجع لايام الكهربائيه. المقاومتين دي جراوند ودي جراوند، يبقى المقاومتين دول النقطه دي متصله بالنقطه دي والنقطه دي نفس متصله بالنقطه دي، يبقى المقاومتين دول مات ايه؟ ها؟ توازي. يبقى الايكوفالنت سيركت بتاعتها كام؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يبقى ايه؟ عندنا هنا دول 2 ار، معلش دي 2 ار، يبقى 2 ار سوري ار استنى بس عشان ما نقولش معلومة غلط. دي 2 ار صح؟ دي 2 ار، يبقى المقاومتين على ايه يا جماعة؟ على التوازي، يبقى 2 ار متوازي مع ال 2 ار اللي هو حاصل ضربهم على حاصل ايه يا جماعة؟ جمعهم اللي هي المقاومة المكافئة. بضرب المقاومتين في بعض وبجمعهم على في الاس في المقام يديني الايكوفلنت. طبعا هنا هيبقى دوما عباره عن 4 ار، وهنا 4 ايه ار في ار على ار، صح الكلام يا حبايبي؟ يبقى اذا الار دي هتروح مع الار دي والاربعه دي، هيبقى ده الكلام ده بيساوي كام يا جماعه؟ ار. في اي مشكله كده يا شباب؟ يبقى الاثنين اللي على التوازي دوما هيشيلهم ويصبحهم ايه يا جماعه؟ مقاومه واحده على الايه؟ على التوالي مع مين؟ مع المقاومه دي، لان انا هشيل هنا قطعتني دي كده خلاص، صح الكلام؟ قطعت دي خلاص يا شباب، بقى المقاومتين دول اللي 2 ار و2 ار مقاومتين على التوازي، مقام المكافئ بتاعهم بكام؟ بار على التوالي مع، اصبحت الحته دي من هنا دلوقتي اصبحت كام يا جماعه؟
متصلة بمين؟ ودي كام؟ متصلة بمين؟ يبقى أصبحت مقاومتين تاني مرة تانية 2 آر على التوازي بكام؟ بقى يبقى ممكن أقطع دي كمان ويبقى كل اللي فات ده كله عبارة عن كام؟ وصلة ولا عيدها تاني؟ بصوت وصلة؟ يبقى دي آر مع دي بقت كام؟ مع دي جراوند بقت كام؟ آر اتصلت مع دي إيه؟ وصلة يا شباب؟ يبقى أصبحت النهاية بعد الفكرة دي كلها إن واحدة جراوند وهنا دي هتبقى 2 آر ودي بقى اللي هي بقى مختلفة دي متصلة بالفي سي سي أو بالفي ريفرنس صح كلام؟ ده اللي هو ماينس الفي ريفرنس ودي كام؟ 2 آر ودي كام؟ آر وده كام؟ مدير اللي فيدباك ريفرنس اللي هي مقدارها كام يا جماعة؟ 2 آر وعايزين نشوف الأوت بتاعنا هيساوي كام؟ صح كلام يا حبايبي؟ يبقى إذا هنا من تاني المقاومتين دول التوازي مقاومتهم مكافأة آر بقى التوالي مع المقاومة اللي هي دي بقوا 2 آر يبقى ال 2 آر توازي مع بعض تاني بقت آر بقت دي توازي بقت إيه؟ 2 آر يبقى دمت مع بعض توازي بقت آر يبقى أنا وقفت عند هنا آر زائد آر بكام؟ ب 2 آر متصلة بمين؟ بالجراوند ودي متصلة بالبي سي سي وهذه النقطة التانية صح الكلام ولا أنا غلطان يا شباب؟ حد معترض عليا يا شباب؟ كلنا فاهمين اني وصلت هنا ازاي؟ بناتي هنا في اي استفسار؟ ها؟ رجاله هنا؟ تمام؟ تمام طيب بعدين يا دكتورنا طبق سفنين يعني عشان ما كلكلكش الدنيا بقى اشيل دي بقى ما عادش لها لازمه مش كده؟ وشيل الخط الطويل ده كده واصبحت الحته دي كده هذا الفي ريفرنس بالسالب طبعا السالب مع السالب خلاص احنا نسينا بقى الكلام ده كده بقى عندي ايه دلوقتي يا دكتور؟ اصبحت النقطه دي متصله بالنيجاتيف بتاعت دي مش كده؟ طبق سيفنين، سيفنين بيقول ايه؟ سيفنين بيقول الجهد او الفي سيفنين يساوي المقاومه البعيده اللي هي كام يا حبايبي؟ 2 ار على مجموع الايه؟ المقاومتين بتوعنا دوما اللي هو هنا اللي هي المقاومتين دوما اللي هي دي وديا يبقى 2 ار زائد 2 ار صح الكلام؟ في قيمة الجهد اللي داخل اللي هو يا جماعة ماله يا شباب؟ بريفرنس بالإيه يا جماعة؟ بالسالب. هطبق سيفنين المقاومة البعيدة اللي هي مش متصلة بالمصدر على مجموع المقاومتين أهم المقاومتين اللي في الدايرة بتاعتي أهم في قيمة الإيه؟ جهد المصدر، صح الكلام؟ طبعًا واضح جدًا إن الكلام ده هيساوي كام يا حبايبي؟ في ريفرنس على كام يا حبايبي؟ على 2 ده الـ في 7 طيب الـ R7 بيساوي كام؟ قيمة المكافأة المقاومتين اللي هم على التوازي ولا على التوالي؟ هنعمل شورت هنعمل شورت على مين؟ على المصدر مش أنتوا فاكرين الكلام ده يا شباب؟ بنعمل شورت على الإيه؟ على المصدر بقى أصبحت المقاومتين دولت إيه يا شباب؟ توازي مقاومة المكافأة بتاعتهم كام؟ R يبقى اصبح R7 هتبقى عبارة عن 2 R توازي مع 2 R بتساوي كم حبايبي؟ R وكأن المقاومة بتاعتي بقت الآتي أو الشكل ده بقى الشكل ده إيه الشكل ده؟ أصبحت هنا الـ V7 اللي هو بيساوي كم حبايبي؟ سالب الـ V ريفرنس على كم حبايبي؟ على كم؟ على 2 وأصبحت هنا أهو في مقاومة على التوالي اللي هي مين دي؟ الـ R7 مع R أعملهم في خطوتين ولا أنت عارفها؟ ها؟ أه؟ يبقى هنا ديت هتبقى 2 R السبب إن R7 توالي مع مين يا شباب؟ مع المقاومة R وطبعا بما أن الـ R7 بيساوي R وآر توازي توالي مع المقاومة التالية اللي هي آر بقى الإجمالي يعني الدنيا كام يا جماعة؟ 2 آر تمام يا شباب؟ وعليه كده هذا الصورة فاكرين الصورة دي يا شباب؟ فاكرين الصورة دي؟
كانت أول سورة فين؟ هناك أوريها لك دلوقتي. فين دي يا شباب؟ معايا؟ أنا آسف الناس اللي مش هادي. شفت العلم شفت الناس بتفكر ازاي يا جماعه؟ ما بتهدش حاجه. اللي هي بتساوي كام هنا؟ الار اف على الار ان في الفي ان، صح كلام؟ نرجع بقى نطبق الكلام ده هنا. ما اعرفش بقى اسكت، انت كنت مظبطها على ايه يا عمر؟ كده تمام؟ معايا يا شباب؟ يبقى دي هي نفس اللي هناك اللي كنا بنقول فيها ان الفي اوت. طبعا انا مش محتاج اثبت القانون، ليه؟ لان انا ثبته هناك، مش كده برضه يا حبايبي؟ بيقول ايه؟ الار اف اللي هي كام هنا يا شباب؟ 2 ار، وكان هنا في ايه يا جماعه؟ سالب، وهنا هيبقى هنا ايه؟ سالب، بس هنبقى نيجي له 2 ار على الار ان. الار ان اللي هي كام هنا يا شباب؟ 2 ار مضروبه في ايه يا جماعه؟ في الفي ان اللي هو ايه يا جماعه؟ ماينس في ريفرنس على كام حبايبي؟ رد عليا يا حبايبي. على 2. طب دول يبقى مكانهم مقدارهم بكام ده يا شباب؟ بواحد، وناقص في ناقص وموجب، يبقى الفي اوت هنا بيساوي كام يا رجاله؟ في ريفرنس ها؟ على 2. اللي هو القانون بتاع مين بقى؟ سكسسيف ابروكسيميشن. وصل يا رجاله؟ اللي كان بيقول لي مع افتراض ان الموست سيجنيفيكانت بيت بيساوي واحد، وهذا يناظر ان الجهد اللي انا بتنبأ بيه او اللي انا هحوله هو نص الفي ريفرنس، اثبتناه ولا لا؟ وعليه القوانين اللي انا ذكرتها في الجانب الاول من السيشن بتاعي المتمثل بان الفي اول بيساوي نص اللي هو نص في بي 3 زائد ربع في بي 2 زائد ثمن في بي 1 زائد 1 على 3. فاهمين يا شباب؟ ده ما زال فاعل ولا مش فاعل؟ ما زال فاعل. والقانون الاجمالي اللي انا عملته اللي هو ان بيساوي 2 اس ان في الفي انبوت على الفي ريفرنس فاعل ولا مش فاعل؟ فاعل. طيب ايه بقى يعني؟ طب طالما ايه الجديد بقى؟ تعال نشوف الجديد. يبقى اذا تعال نشوف الادفانتج للار تو ار لادر نتورك على الباينري ويت ريزيستور. اول حاجه، واحد، هنا لو تلاحظ ان الانبوت امبيدنس في النهايه قالت ان هي تساوي كام يا جماعه؟ ار. يعني الانبوت امبيدنس اللي هي دي كلها قالت في النهايه ان هي بتساوي كام يا شباب هنا؟ اللي هي الار اللي هي السيفن اللي هي الايكويفالنت ريزيستنس كلها بتساوي كام يا جماعه؟ ار. فاي اشكاليه رياضيا يعني. تمام، بيقول لي ايه؟ ذا انبوت امبيدنس اوف ذا ار تو تو ار ايكويفالنت از ار regardless of bits. يعني بقى انا عندي هنا 4 بت هتبقى ار، طب عملت الديفايس بتاعي 10 بت هتبقى ار، طب عملت الديفايس بتاعي 12 بت هتبقى ار. يبقى اذا دي مشكله لطيفه خالص. يبقى انا متاكد كده عمياني، مش محتاج اعمل اناليس، انا عملتها معاك خلاص اهو، وانت مش محتاج تعمل اناليس الا اذا طلب منك. انت عارف ان الانبوت ريزيستنس بتاعتي للنوع ده من الديجيتال تو انالوج كونفرتر بيساوي كام يا حبايبي؟ ار. في اي ازمه؟ عظيم جدا. طيب ايه تاني يا دكتور؟ بيقول لي انا استعملت ايه؟ انا استعملت ار 2 ار، في اي قيمه زياده؟ يبقى انا استعملت كم قيمه من الريزيستنس؟ 2. بيقول لي ان انا يوزز اونلي تو فاليوز اوف ايه يا جماعه؟ ريزيستنس. طب وده ايه يعني؟ هناك كنت بقول ايه ده تاسك كبير جدا في عمليه الفابريكيشن، هنا يقوم قايل لي ايه بقى؟ ايزي اند اكيوريت فابريكيشن از ايه؟ بوسيبل. انا بتكلم في مش وايد رينج، انا بتكلم في ايه؟ 2 مقاومتين بس. هناك كنت بتكلم في الاربعة بت كنت بتكلم في 8 مقاومات، مش كده برضو؟ كنت بتكلم في 1 كيلو و2 كيلو و4 كيلو و8 كيلو و16 كيلو. هنا بقت ايه؟ 1 كيلو بقت الثانيه 2 كيلو، 2 كيلو بقت الثانيه 4 كيلو. معايا يا شباب؟ يبقى ده ميزه ولا عيب؟ ميزه، اصبحت ايزي اند اكيوريت فابريكيشن از بوسيبل. ثالث حاجه، سكيلابل. يعني ايه سكيلابل؟
يعني عملت 4 بيت، ممكن تعملها 10 بيت، ممكن تعملها 8 بيت، ممكن تعملها 12 بيت. بيقول لي easy scalable to any desired number of ايه يا جماعه؟ هو بيتس. وعليه دلوقتي الديفايس اللي انت هتروح تشتريه هيكون ايه يا جماعه؟ ار تو تو ار لادر نتوركس. في اي اشكاليه يا شباب كده؟ طيب نرجع بقى للقضيه بتاعتي، انت بتعمل كل ده كله ليه؟ بعمل كل ده علشان اقول لك ان الانالوج تو الديجيتال كنترولر بتاعك كده. امسح يا شباب. تمام. ان الديجيتال تو انالوج كنترولر بتاعك هو ده. هعمله وارجع امسحه علشان اتكلم على الدياجرام كله على بعضه بقى دلوقتي. اول حاجه هنا لو افترضنا ان هنا، طيب وليه اعمله وامسحه؟ طبعا انت مش عايزين الحاجات دي تاني، خلاص؟ تمام. كنت انا في سؤال كده كاتب هنا، كاتبه لك، حد يفتح بس جروب الواتس. بيقول لي modify the block diagram to show how the fluid level of the system used a human operator as a part of control system could be digitally controlled. After that or afterward explain the reasons for the popularity of a digital control system. طبعا السؤال ده موجود عندكم على جروب الواتس، مش محتاجه من لي. المعنى ايه؟ المعنى جايب لي صورة بالشكل ده، طبعا ديت انا شرحتها لخمسة منكم فقط من سنتين، حضروا التدريب الصيفي في سنة أولى معايا، كنت بشرح له يعني ايه كلمة كنترول، كنا لسه ما يعرفوش يعني ايه كنترول. هنا عندي في فالف، وهنا في فالف. طبعا كلمة فالف موجودة في السوق تحت مسمى سولونيد. عارفين ال ال ماسورة المية بيبقى فيها كده فالف كبير كده وفي طارة كده فيه وبيلف، ده اسمه السولونيد، ده اللي هو الفالف المعني اللي أنا أقصده يعني. طبعا عشان أنت تحركه بإيديك ده صعب، فلازم يبقى فيه مواتير وحاجات زي كده. فهنا بيقول لي إن أنت عايز تراقب المستوى ده، فالمطلوب يا ابو زيد ان انت عايز تثبته عند الديزايرد فاليو. في فرق ما بين ان انا اثبت السيستم عند ليفل معين وان انا اعمل كنترول، يبقى كنترول يبقى انا عايز يكون عند ديزايرد فاليو، عند سيت بوينت محدد. فاسيوم ان الديزايرد فاليو هي اتش كابيتال، بينما الاكشوال اللي انا عليه هو اتش سمول. يبقى انا قلت لك معلومه ما اعرفش انت متذكرها ولا لا، في بدايه السيشن بتاع الكنترول قلت لك اني ميجر ذا فاليو كان بي كنترولد، دي القاعده الذهبيه في الكنترول. اي متغير عايز تتحكم فيه اسال سؤال قبليه، هل يمكن قياسه؟ لو كانت الإجابة نعم يبقى يمكن التحكم فيه، لو كانت الإجابة لا يبقى احنا هنبدأ نخش في سكة تانية في النون لينير كنترول، مش موضوعنا دلوقتي. يبقى إذا هنا أنا عندي أكشوال أوتبوت أكشوال ليفل اتش سمول، في حين إن أنا عندي ديزايرد فاليو اتش كابيتال هي اللي أنا عايزها. يعني بمعنى أدق، لو أنا عندي الارتفاع بتاعتي 5 أقدام في حين إن أنا عايز الليكويد ليفل بتاعي يبقى 7 أقدام، يبقى انا محتاج ان انا اعمل كنترول سيستم عشان اتحكم في الكلام. طيب بما انك واخد ماده اسمها النمذجه والمحاكاه، فلازم يبقى انت عارف او عرفت او ادركت ان المتغيرات اللي موجوده في المنظومه هي اللي بتاثر على الكنترول فاريبل بتاعي. يعني هنا لو تلاحظ ان هنا في فلو ريت اسمه كيو ان وفي اوت فلو ريت اسمه كيو يا جماعه اوت. يعني لو انا ببص للفلويد ميكانيزم بتاعتها وطبقت ما تعلمته معاك في المحاكاه والنمذجه، هلاقي ان الاتش بيساوي ثابت، او الكيو اوت اسف
طبعا مش مهم العلاقات الرياضيه جت منين، انا بس عايز اوصل لمفهوم عشان ابدا ابني عليه الكلام اللي انا عايز اقوله. لكن الكلام ده المفروض انت درسته او تطرقت اليه بشكل او اخر في امثله ونماذج اخرى في ماده النمذجه والمحاكاه. جذر اتش يعني كلما زاد منسوب المياه في التانك كلما زاد معدل التدفق في الايه؟ في الخارج. طيب عشان كده بنقول انا بتكلم ككنترول ارجوجرافي. شوف بقى الفكره بتيجي ازاي، ازاي انت بتعمل كنترول. يبقى لازم يكون عندي كنترول ارجوجرافي. عايز يكون عندي ايه؟ كنترول ارجوجرافي، لان هو ده الكود اللي انا هكتبه على البكايه. في الكنترول ارجوريزم بتاعي اللي انا عايز استنتجه بقول لو كانت الكيو ان اكبر من الكيو اوت ايه اللي هيحصل يا شباب؟ ذا ليكويد ليفل رايز، صح؟ اه يبقى عندي الليكويد ليفل بتاعي طبعا ده اللي هو الليكويد ليفل هيبقى ايه يا جماعه؟ هيرتفع. الليكويد ليفل حصل ايه؟ هيرتفع. يبقى اذا انا لما يبقى عندي ازمه ملهاش لازمه، اما يبقى عندي ازمه في ان الليكويد ليفل بتاعي هنا منخفض، يبقى انا هفتح فالف ايه واقفل فالف ايه؟ يبقى لازم تتعلم، لازم يكون عندك سوفت وير تتحكم في الفالفات بتاعتك، انت بتعمل كنترول. يبقى اذا هتحاول توسع الفالف بتاع الفلويد اللي داخل، مش كده؟ او اقلل الفالف بتاع الاوت، يا اما تفتح اللي فوق يا اما تقفل اللي تحت ايان. فسي لو انت بتتكلم هنا على المعادله دي، يبقى انا هنا هتحكم في الاوت فالف. هتحكم فين؟ في الاوت فالف. يعني اعمل ايه؟ هقفل سنه. سنه قد ايه؟ على حسب الليفلز بتاعتك والايرو سيجنالز اللي انت هتقيسها، لكن في النهايه هقفل علشان ازود الاتش. طب ماذا لو كان الكيو ان اقل من الكيو اوت؟ ايه اللي هيحصل في البتاع؟ طب ما هو وارد ان يكون ان انت عندك الايه؟ الليكويد ليفل عالي، فانت عايز ايه؟ تقلله، مش كده؟ يبقى انت عايز تفتح دي ايه؟ سنه، مش عايز تقفلها بقى، ده انت عايز ايه؟ تفتحها ليه؟ لان عايز يبقى الكيو اوت اكبر من مين؟ الكيو ان. ليه؟ عشان الاتش ايه؟ يحصل لها دروب، او الليكويد ليفل يحصل له دروب. السؤال الابداعي بقى اللي طبعا كل طالب مصري بيفكر فيه، انت حليت لي المشكله؟ طب لو الاثنين زي بعض؟ اقول لك ده سؤال ابداعي جميل قوي، اللي هو الكيو ان بيساوي ايه يا شباب؟ الكيو ان بقول لك هنا بوصل، او السيستم بتاعي بيوصل لحاله اسمها السيلف ريجوليشن. السيلف ريجوليشن يعني ايه يا دكتورنا الكلام ده؟ بدانا نخش كنترول بقى يا شباب، بس كده خلصنا الالكترونات ودخلنا بقى على الكنترول. عشان اعرف اشرح كلمه اسمها ديجيتال، يا ده انت قلبك اسود، صح الكلام؟ ديجيتال ايه؟ ها؟ خلصنا دين من شويه من لحظات، ست ساعات يا مفتري بيشرح لنا بكلمه ايه؟ ديجيتال وملاحقتها وكان واخواتها. انا بقى عشان نوصل للجن، طب اتكلمنا على السيجنالز، قلنا عندنا سامبل سيجنال، كوانتايزد سيجنال، انالوج سيجنال، ديجيتال سيجنال، فاكرين؟ وبعدين رحنا مخرمين بقى على السامبلر والهولدر والميثماتيكال موديل، وبعد كده رحنا معديين على البافر امبليفاير، وبعد كده رحنا دخلنا على السامنج امبليفاير، ودخلنا على الديجيتال تو انالوج. صح؟ خش على الكنترول. يعني ايه سيلف ريجوليشن؟ سيلف ريجوليشن معناها ان انا عندي معدل الانبوتس هو نفس معدل الاوت، يبقى في ثبات في ايه؟ في الاتش. يبقى هيحصل فيكس للمستوى الايه؟ للاتش. بس في سؤال انا هطرحه على عمر، هل في جرانتي عندك يا عمر ان الاتش في حاله السيلف ريجوليشن هي الديزرت بوينت؟ لا. ادينا مثال رقمي عشان بس نفهم الدنيا. سبوز ان الانبوت الفلو ريت بتاع الانبوت بيساوي 2 جالون لكل مينت، وبفترض ان انا في حاله السيلف ريجوليشن، وبفترض ان انا في حاله الايه؟ السيلف ريجوليشن. فهنا من القانون ده بيتضح ان الاتش هيساوي الكيو اوت على كي تربيع، صح كده؟ انا غلطان يا شباب؟
انا عايز اعرف انا مستوى الليكويدز بتاعي في اي حته. فهنا بيقولوا لنا بتوع الكنترول بيقولوا لنا ان الكي دي ان ثابت 1.156 جالون لكل منت لكل جذر القدم فيت اس نص، علشان لما تيجي تعوض بالوحدات هتلاقي ده جالون بير منت وده جالون بير منت بالاف سكوير، مع السكوير يبقى ايه الارتفاع بالقدم. فمين قصدي الشباب؟ فلو طبقنا الكلام ده طبعا في حاله السيلف ريجوليشن، فور سيلف ريجوليشن ما حدش سالني يعني ايه كلمه ريجوليشن اصلا. انت الطلبه ما لكمش ما فيكمش امل، هسالكم انا بقى طالما ما سالتوش انا هسالكم. فور سيلف ريجوليشن بيقول لي ان الكيو ان يساوي كيو ايه يا جماعه؟ اوت. واحد هيقول لي ده انت مديني الكيو ان والمعادله مرتبطه بمين؟ بالكيو اوت. وانا من لحظات قلت لك ان السيلف ريجوليشن بيحدث امتى ابو زيد؟ ان الكيو ان تساوي الكيو اوت، وعليه اقدر اقول ان الاتش هيساوي 2 جالون بير مينيت عشان انا في وضعيه السيلف ريجوليشن على 1، يلا يا اسماء لو تكرمتي، 0.56 جالون بالمينت هيروحوا قصاد بعض. لكن هنا في ايه؟ جذر التربيع لمين؟ للقدم. الكلام ده كله كام يا جماعه؟ تربيع، يبقى الناتج ده هيطلع بالايه يا جماعه؟ بالقدم، صح الكلام؟ يبقى 2 على 1.156 الكل تربيع بكام يا بنتي؟ 99، يعني حوالي تقريبا 3 قدم. في حين ان انا كنت بقول لك انا عايز يكون كام يا جماعه؟ 6 قدم. يبقى السيلف ريجوليشن ليس بالضروره يحقق لي الديزايرد فاليو، يبقى لازم اعمل ايه يا جماعه؟ كنترول. يبقى لازم اعمل ايه يا جماعه؟ كنترول. طيب يعني ايه ريجوليشن يا دكتور؟ حد يقدر يقول لي ريجوليشن يعني ايه؟ اتفضل يا محمود. ريجوليشن يعني كنترول. يعني ايه كنترول؟ هو بيحاول يظبط نفسه بس، هو بيحاول يوصل لستيت بس من نفسه من غير ما حاجه تحصل. انا ما قلتش يعني ايه سيلف ريجوليشن، انا بتكلم يعني ايه ريجوليشن. هو انتظام، هو بيحاول ينظم يوصل لستيت. ريجوليشن معناها تو مينتين ذا كنترول فاريبل ات ديزايرد بوينت ات ديزايرد فاليو. يعني ايه كلمتين اللي انا قلتهم دول؟ معناها ان انا عايز احافظ على ان الكنترول فاريبل اللي انا عايزه وات ايفر هو ايه، درجه حراره، ضغوط، ارتفاعات، وات ايفر، عندي فيكسد بوينت ريجاردليس اوف اكسترنال انفلونس. ده معنى كلمه الريجوليشن. من تاني نقولها؟ نقولها ولا انتوا وصلت لكم خلاص؟ مينتين ذا كنترول فاريبل ات سيت بوينت ات ديزايرد بوينت وات ايفر بقى المعنى واحد، regardless بغض النظر عن الاكسترنال انفورنس عن المؤثرات الخارجيه. ماليش دعوه، ما تشتكيش، ما تقوليش اصل انا كنت امبارح سهران، كنت النهارده تعبان، عندي مغص، عندي كذا، عندي كذا، دي اسمها اكسترنال انفورنسز. انا في التاسك بتاع الماده بتاعتي ما بخش اقول لك اصل انا امبارح كنت بحل مشاكل اجتماعيه، اصل انا النهارده كان عندي مش عارف كام، ما نمتش كويس، ما فطرتش، مش عارف. فمين قصدي الشباب؟ لو انا قلت الكلام ده يبقى انا مش هقوم بالتاسك بتاعي، يبقى انا ما عنديش ريجوليشن. لكن لو انا بغض النظر عن هذه المؤثرات الا ان باجي المحاضره فور اكزامبل، يعني باجي في المحاضره في معادي بحاول ان انا اكون مبتسم في وجهك، بوديك الماده العلميه بما ينبغي، يبقى انا عامل سيلف ريجوليشن او عندي ريجوليشن على ادائي، صح الكلام انا غلطان؟ فاهمين يا شباب؟ طيب ايه علاقه الكلام ده بالمساله اللي انت قلتها لنا؟ ده المنظومه، يبقى لازم تبقى فاهم المنظومه عشان تعرف تعمل عليها كنترول. يبقى الهيومن ايد يعني ايه؟ الهيومن ايد ان هنا عمر بيحاول يكنترول السيستم ده. فبيعمل ايه عمر الاول؟ عمر بيسين الاول، بيعمل بص على ارتفاع الميه الاول، صح الكلام؟ صح الكلام؟ ردوا على شباب. يبقى عمل ايه؟ عمل ايه يعني في الكنترول؟ قياس اللي هي الميجرمنت.
عمل ايه يا جماعه؟ قياس. يبقى اول حاجه عملها عمر قبل ما ياخد قرار، انا ما اعرفش بعضكم بعض الشباب بياخد قرار قبل ما يفهم المشكله. بتحصل فيكم كتير، تجد ان هو مثلا دخل محطه القطر ولقى ابو زيد واحد بيزقه في صدره كده، فكل اللي عمله سيد سالم، سالم راح جاي فاكك حزام البنطلون ودب دب دب على دماغه، صح الكلام؟ مش على دماغ ابو زيد، على اللي زق ابو زيد. بعد شويه ابو زيد بيقول له بس لسه اهدى اهدى، ده ابن خالتي وبيهزر معايا. انت ما عملتش ميجرمنت للحال، صح الكلام ولا انا غلطان؟ فطبعا كان الريفليكسن غلط، دي قضيه بره الموضوع، لكن عشان اعرفك ان قبل ما يعمل الديزيشن عمل ايه يا جماعه؟ ميجرمنت. عمل ايه يا جماعه؟ ميجرمنت. طيب بعد كده ايه؟ يلا فكر معايا كده، عمر عمل ايه بعد كده؟ عمل؟ بدأ عمر يقارن. بدأ يقارن القراءة أو المستوى اللي هو وصل له بقيمة ديزايرد هو عايز يوصل لها. صح الكلام حبايبي؟ يبقى عمل إيه؟ يبقى رقم واحد. يبقى رقم واحد عمل ميجرمنت، تلاها عمل ايرور ديتكشن. عمل ايرور ديتكشن، بدا يشوف الايرورز بتاعته، يعني بمعنى ده قارن بين مستوى الميه وقيمه الظاهر فلقاها اقل، هيبقى في الجوريزم معين هيطبقه. اقل يعني المستوى اقل، خلاص انا عايز ازود المنسوب فهضيق الفتحه دي شويه. فراح جاي عمر عمل ايه؟ بدا يطبق الكنترول الجوريزم. بدا يطبق ايه؟ الكنترول الجوريزم. يبقى هنا بدا يابلاي الكنترول الجوريزم. بعد كده في الرننج في دماغه، انا طبعا انا بعمل هيومن ايه ده، انا بتخيل ان عمر بيفكر زي ما انا بفكر. يبقى اول حاجه انا عملت ايه؟ بصيت على مستوى التانك، مستوى التانك هنا 3 قدم تقريبا، او لو في سكيلز لو في هنا مقياس طولي كده هقيس 3 قدم. لا ده المطلوب مني من المهندس بتاعي عايز 6 متر 6 قدم، يبقى اذا انا محتاج اعمل ايه؟ فبدا محتاج اعمل ايه ده سؤال، فعشان يجاوب عليه هيكنترول في الكنترولر بتاعه اللي هو البرين في الكنترولر طبعا هيرن الجوريزم في دماغه. طب لو انا قفلت الفالف، ده الكلام اللي انا كنت بشرحه من شويه، لو انا قفلت الفالف ايه؟ يبقى منسوب الميه هيبقى يقل ومنسوب الداخل ثابت، يبقى ارتفاع الايه؟ الليكويد هيزيد، صح الكلام؟ يبقى هو عمل ايه دلوقتي هنا في الكنترولر؟ ابلاي كنترول الجوريزم. طبعا ده موضوع في حته يا شباب، رد عليها يا حبايبي. يبقى الكنترول الالجوريزم ده فين يا شباب؟ في الكنترولر، اللي هو بقى انالوج كنترولر ديجيتال كنترولر وات ايفر، هنشوف بعد كده الدنيا ماشيه ازاي. طب بعد ما عمل ابلاي خد قرار، قال انا هقفل الفالف، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه طيب؟ الكنترول اكشن ده اسمه ايه في الكنترول؟ اكشويتورز. يعني ايه اكشويتورز؟ محركات، الدرايفنج ميكانيزم. فتلاقي ايه كده لا تلقائي كده راح جاي ايه، طبعا انا بتكلم على الطره اللي هناك اللي انا بتاعه الصاموله دي بتاعه الماسوره الميه فاكرينها؟ راح جاي مشمر كمه، وبعدين راح جاي ايه تاني جذعه لقدام شويه، ده ميكانيزم هو يا شباب. وبعدين راح جاي ماسك الطره بايديه الاثنين، وبعد كده بدا يلف. شايفين التصور ده يا شباب؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ كل الميكانيزم دي ايه يا شباب؟ دي اللي هي تنظرها المواتير والدراعات اللي موجوده والجير بوكس، والفف الموتور الشمال ولا الفف اليمين، ده اللي انا عملته بجسمي لان انا هيومن ايد كنترول. يبقى اذا هو طبق درايفنج ميكانيزم معينه. لتحقيق غايه. الغايه دي اللي هنا اكونترول الليكويد ليفل، صح يا رجاله؟ طب اللي فاهم يعلي صوته شويه عشان اطمن، صح يا رجاله؟ تمام. يبقى اذا انا مش شغال هيومن ايد كنترول يا دكتور،
ده هو المسألة بتقول لك modify human aid control system اللي هو قدامي ده، بس ما قاليش التفاصيل دي لان هو بيفترض ان انت فاهم التفاصيل دي عشان تشتغل ديجيتالي ايه كنترول. افتح تاني الكلام عشان انطق المنطوق صح. هيقول لك modify modify the block diagram. يبقى انا عايز اعمل block diagram to show how the fluid level اللي قدامنا ده سيستم يوز ذا هيومن اوبريتور. عمنا عمر اهو واقف اهو، ربنا يبارك في صحته وفي عمره، از ا بارت اوف كنترول سيستم عشان يشتغل ايه كود بي ديجيتالي كنترولد. خلاص انا هقول لعمر ارتاح يا عمر، جه الوقت اللي انت تلتقط انفاسك، فهتعمل ايه؟ هعمل اللي انت بتعمله. هاو يبقى انا اذا هنا عندي تانك ووتر تانك صح الكلام؟ تو بي كنترول هو المنظومه بتاعتي، ويبقى الكنترول فاريبل بتاعي هو الاتش سمول ده الليكويد ليفل، ده اللي هو كنا بنسميه ان جنرال لفظ كنترول فاريبل اللي هو كان بي ميجرد. فهنا هبدا اعمل ميجرنج الميجرمنتس، يعني هنا هستعمل سنسور عشان ما اطيلش عليك. مش عايز اعمل الديل اللي انا كنت بعمله لما كان عندي رفاهيه في الوقت، فكنت بقول لك قول مقترحاتك. فاضرب لك مثال بسيط، هيبقى عندي هنا التراسونيك سنسورز والالتراسونيك فيه باسمين طبعا معظمكم بيستعملوا، واحد سندر والتاني ايه يا جماعه ريسيفر. فالسندر بيبعت موجات فوق صوتيه التراسونيك، اول ما تصطدم بيم منسوب الميه هترتد يستقبلها ايه يا جماعه الريسيفر. يبقى ده السندر وده ايه يا جماعه الريسيفر. طبعا هنا الكنترول الجوريزم بتاعك هيحسب التايم وهو عارف السرعه الاكس اللي هو بيسموها السرعه دي رمزها ايه؟ في. ومن قانون المسافه بيساوي السرعه في الايه؟ في الزمن. اقدر اعرف الديستنس. يبقى اذا الديستنس اللي هي اقصى ارتفاع في التانك ومستوى الميه اللي هو دي الديستنس. هتساوي الزمن بتاع السند والريسيفد، وده طبعا ممكن تسنس بالكلام ده بالالتراسونيك، في سرعه السرعه بتاعتي هيديني الديستنس. وكوني عارف الارتفاع التانك اللي هنديله اتش تي، فمين يا شباب اتش تي ككتل يعني، يبقى هنا الاتش سمول هتساوي ارتفاع التانك ناقص الديستانس. ده الكنترول الجوريزم اللي انت بتكتبه بالمايكرو سي او بتكتبه حسب اللغه اللي انت هتستعملها، هتكتبها الاسمبلي لو بتشتغل مايكرو بروسيسور، تكتبها بالمايكرو سي لو بتشتغل بكاي معينه وات ايفر. ده الكنترول الجوريزم. يبقى وانت بتفكر في الكنترول بتفكر رياضه وبتفكر الكترونكس، عرفت اللي انت كوكتيل جميل مضروب في خلاط معايا. يبقى اذا هنا دي حاجه بسيطه للميجرمنتس. طب عندي اسلوب ثاني يا دكتور، انت حر. انا اديت مثال فيما اما كان بيبقى عندي رفاهيه في الوقت، فبقول لك اسمع راي عمر، طب عمر انا هستعمل كذا، فلان هيستعمل كذا، فلان هيستعمل كذا،
معايا؟ لكن انا بضرب مثال، لكن هناك طرق اخرى تطرق اليها وقت الحاجه. يبقى عملنا اول حاجه يا جماعه ميجرمنت، مفهومه الحته دي يا شباب؟ معايا رجاله؟ طيب وارد ان يبقى في ديستربنس حصلت. ازاي يا دكتورنا الفاضل؟ وادر وهو السندر بيبعت الموجه والريسيفر بيستقبل، مره عربيه تقيله حمله مثلا عربيه زلط او عربيه رمل، فعامله او القطر عدى جنب المصنع بتاعك او جنب السيركس بتاعك، فالارض الايه هزت. تفهمين قصدي يا شباب؟ بدات الايه الميه ترفع او تنزل وتتموج، بدات تديك ايه نويز. يبقى يبقى هنا في ميجرمنتس تمت. الاكشوال فاريبل السنسور معناه ان انا بحول من صوره لا يمكن قياسها اللي هي الفينومينا في وضعها الى صوره يمكن قياسها، ان انا احولها لفولتج سيجنال. صح الكلام؟ قلت الكلام ده وانا بتكلم في انواع السيجنالز. يبقى هنا في سيجنالز تناظر الميجرمنتس اللي هي عملتها، اللي هي كل قيمه لحظيه. هنا قاعد يبعت كل لحظه موجة صوتية ويستقبلها ويعين الارتفاع لحظة تانية، واخدين بالكم؟ فأصبح في لحظات متتالية عملت لي أنالوج سيجنال. وصل يا شباب ولا مش وصل؟ دخل هنا نوع من الديستربنس أو النويز. ضربت لك مثال إن عربية نقل تقيل عدت، قطر عدى، هزة خفيفة، ربنا يحفظكم ويحفظ كل البلاد المسلمين وبلدنا يا رب، هزة خفيفة كده في للأرض، القشرة الأرضية، بدأت المية يبقى في نويزي دخلت على السيجنال. صح كلام؟ يبقى اذا هنا هيبقى في نويزي، يعني السيجنالز بتاعتي هتبقى بالشكل ده بس داخل عليها نويز. فبدل ما تبقى بالشكل ده هتبقى بالشكل ده. بسبب النويز اللي داخل عليا. صح كلام يا حبايبي؟ لان قلت regardless of external influences. يبقى انا مطالب ان انا اعمل filtering للنويزي علشان اخد للقراءه الاكيوريت. يبقى انا هنا محتاج ان انا يكون عندي ميكانيزم للفلتر. طبعا انتوا طبعا درستم دي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسنج وخدتوا الفلترز وانواعها، ابسط انواع الفلتر اللي هو الار سي سيركت لو انت عايز تشيل بعض النويز. يعني معايا في لو باس فلتر وفي هاي باس فلتر وفي باند باس فلتر، كل الكلام ده مش موضوعي دلوقتي. يبقى الهدف من الفلتر دي ان انا اعمل ريديوس للنويز واشيلها، ويتبقى الميجرد فاليو اللي انا عايز اقارن بيها السيجنالز بتاعتي اللي هي السيجنال الاصليه بتاعتي كانت دي. صح كلام حبايبي؟ رد على حبايبي. يبقى المرحله دي اللي هي مرحله الميجرمنتس، اللي هي المرحله الاولى اللي عملها اخونا عمر، اصبح بقى عندي اكشوال فاليو للليكويد ليفل. المفروض ان عمر قرر ان يعمل مقارنه. يبقى في عندي هنا كومباريتور، يبقى في سيجنال هنا داخله وفي سيجنال هنا ايه يا جماعه جايه في الفيدباك بالنيجاتيف. عشان يتحصل على ايه عمر؟ عشان يتحصل على الايرو سيجنالز. أنا الأوان مع كامل الأسف إن أنا غير الألم. بعاني أوي في اتخاذ القرار ده. يبقى إذا هنا في ايرو سيجنال. نبدأ نخش كنترول، وكل درس خدته في البلوك دياجرام بعرفك أهو. كل درس كان الايرو سيجنال والستيدي ستيت ايرو والقصص دي أهو. معايا؟ هنا إيه يا دكتور؟ هنا في السيت بوينت. اللي هي الإتش. وهنا ايه اللي جاي لي يا دكتور؟ الاكشوال فاريبل او الاكشوال فاليو للكنترول فاريبل بتاعك اللي هو الاتش سمول. ده ايه يا دكتور؟ ده كومباريتور. الكومباريتور ده بيكمبير قيمتين، قيمه واحده داخله بالموجب وقيمه ثانيه داخله بالايه؟ بالسالب. هيطلع لي ايرور سيجنال اللي هي وليكن بالشكل ده. لو تلاحظ ان انا بتكلم ديجيتالي كنترول بس لسه بتعامل مع الانالوج سيجنال. وصل يا شباب؟ رد على حبيبي. واصله. اذا في اللحظه دي لازم اخد قرار ان انا هستعمل ايه. انا هستعمل هنا يا دكتور ما يعرف بالديجيتال كنترولر. يبقى اول حاجه هنا هحط هنا ايه يا جماعه؟ سامبلر. فاكرين طبعا
معايا عشان اعمل مرحله الايه يا جماعه سامبلينج، ثم اخش في مرحله الايه يا جماعه ها الهولدر او ما يعرف بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هو جوه ايه كوانتايز السيجنال والسكسيسيف ابروكسيميشن ريجستر اللي هي عمليه الكودنج وعمليه ايه يا جماعه الهولدنج اللي هي عمليه الكوانتايزنج وعمليه الايه يا جماعه الكودنج، وانا كنت سبقتها بعمليه ايه يا جماعه السامبلنج اتكلمت عنه في السيشن الاولاني في المحاضره الاولى. ثم اصبحت دلوقتي هنا عمليه هنا دخلت انالوج سيجنال بالصوره دي عدت من هنا في صوره سامبل. صح الكلام يا حبايبي؟ هنا بقى فيها كوانتايزد سيجنالز داخله مع الانالوج ديجيتال كونفرتر دخل من مهم خرج من هنا مرحله الكودينج اللي هي سيت اوف وانز اند زيروز اتكلمت عنها في المحاضره اللي فاتت. صح الكلام؟ اصبح دلوقتي بقت الداتا بتاعت اللي جت في اللحظه دي وليكن اللي هي النقطه دي مش كلتها، هو كل لحظه بيديني ايه قيمه، وليكن القيمه دي في اللحظه دي اتعمل لها كود وخدت قرار، بعد كده القيمه التاليه في اللحظه التاليه اتعمل لها كود وخدت قرار. مين اللي هياخد القرار؟ اللي هياخد القرار اللي هو المايكرو كنترولر بتاعك اللي هو مي بي مايكرو بروسيسور مي بي راسبير باي مي بي وات ايفر نوع البكايه اللي انت هتستعملها، المهم ان هي ديجيتال بيك. في اي اشكاليه يا شباب؟ هو كمان هيطلع ايه؟ هيطلع هنا كودد، هيطلع قرار. القرار ده مش هيطلعه لك في صوره اشاره، هيطلعه لك في صوره ايه يا جماعه؟ كود. فالكود ده هيخش على ايه؟ هيخش على الديجيتال تو انالوج كونفرتر. فكل كود من ده هينظره هنا سامبلد. صح كلام؟ مش هيديني سيجنال. اقوم مدخله على ايه؟ زيرو اوردر هولد. اتكلمتوا عنه في المحاضره اللي فاتت. زيرو اوردر ايه؟ هولد. عشان يطلع ايه يا دكتور؟ هستاذنك ان انا هعدل الرسمه دي علشان تسع الدايجرام بتاعي. الزيرو اوردر هولد ده دوره ايه يا دكتور؟ ان يحول لي السيجنالز اللي هي كانت دي تبقى كده. دي ايه دي بقى يا دكتور؟ ده اليو اوف تي او اللي بنسميها الكنترول سيجنال. لان ما ينفعش ان انا ادخل دي في الهاي فريكوانسي، هيعمل لي مشاكل في 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 الميكانيك الميكانيزم الدرايفنج ميكانيزم بتاعتي، هيحرق لي الموتور. فاصبح ان انا عندي اصبحت السيجنالز دي دلوقتي جاهزه، وده الديجيتال كنترولر. عرفت ليه انا تطرقت للسامبلر وتطرقت لانواع الانالوج ديجيتال كونفرتر وتطرقت للهولدنج وتطرقت للكوانتايزيشن وتطرقت للكلام ده كله يا شباب؟ لان هو جزء من المنظومه بتاعتي. الكنترولر او الديجيتال كنترولر مش المايكرو مش البكايه بس يا جالي، لان البكايه ذات نفسها لو انت قريت التداشيت فيها هتلاقيها فيها انالوج ديجيتال كونفرتر وديجيتال تو انالوج كونفرتر والكلام ده كله موجوده جوه البكايه، وفيها اوسيليتور وفيها كذا وفيها كذا. ده لو انت اهتميت ان انت تاخد الموضوع في تفاصيله معايا يا شباب. وعليه اصبح دلوقتي امكانيه ان انا اشغل الاكشويتر ما جبتلناش سيره الاكشويتر، مع الزميله قالت اكشويتر بس انا كتبت هنا ايه يا جماعه؟ درايفنج ميكانيزم، اللي هو كان عمر وطى بالجزع ومسك بالدراع والماسلز بتاعته بدات تنقبض وتنبسط عشان يعمل عمليه الدوران. صح الكلام انا غلطان يا شباب؟ يبقى هنا ده ينظرها ايه؟ المواتير والجير بوكس والدراعات اللي انت ده لقدام علشان تحرك الطاره شويه يمين او ترجعها لورا عشان ترجعها شويه شمال. فاهمين قصدي يا شباب؟ معايا؟ يبقى ده الاكشويتر، ومن ثم هنا هيخش البلانت اللي هي في الوضعيه بتاعتنا الوتر
تانك وزي ما اتفقنا مع بعض الاتش سمول اللي احنا سميناه الكنترول فاريبل، وقبل ما تقول كده انا عملت البلوك ديجرام واقول لك تمهل قليلا وافهم الديفينيشن. الديفينيشن اللي الملاحظات قلت لها قلت ان بروسيس كنترول، والديفينيشن ده انا كتبته في المحاضره اللي قبل اللي فاتت بس لم اسعف بانني اشرحه. قلت ان بروسيس كنترول دي بروسيس كنترول اهو في عمليه تحكم، ذا مين اوبجيكتيفز الهدف الرئيسي is to maintain ان انا حافظ الكنترول فاريبل ات سام كوانتيتي to regulate the control variable at some quantity اللي هي desired value. يعني to regulate mean ده الكلام اللي انا كنت بشرحه، to maintain the control variable at a set point regardless of external influence. ما انت ذكرتها هنا اقول لك ما دي، لا 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 مش دي اللي انا اقصدها. الاكسترنال انفولنس اللي موجوده جوه السيستم جوه المنظومه، حد يقدر يقول لي كده في برين ستورم ايه الانترنال الاكسترنال انفولنس جوه المنظومه؟ الشاب اللطيف اللي لابس فلانه تيشرت طالعه من عينيا الازرق ده، ابو لحيه جميله ده، ايوه انت، انا حاسس ان انت مش معايا لكن عاجبني التيشيرت مفيش شك يعني. قول اتفضل ايه هي الاكسترنال انفلونس اللي موجوده في التانك؟ نعم حضرتك، انا عشان كده اصطدتك. يلا يا شباب اي حد، ايه الاكسترنال انفلونس؟ اتفضل يا بنتي. الكيو ان والكيو اوت ازاي يعني؟ فاهمين؟ ايوه ايه فين يعني؟ ايه يعني ايه اللي انت من وجهه نظرك هو يعتبر اكسترنال انفولنس؟ الكيو اوت مش اكسترنال انفولنس ليه؟ الميه في التانك وانا اللي بطلعها وانا اللي بدخلها. مين؟ لما كانش زيد يبقى عبيد. طيب وضح لي، مش انت بتقول لي يبقى الكيو ان اجابه صحيحه؟ يعني ايه؟ فهمها لي انا ازاي تبقى اكسترنال انفولنس. حاضر يا احمد هيعلق وبعدين هتفضل. اتفضل. تفضل يا احمد. مصدر اللي بيدخل لي الداتا يعني محطه الميه اللي جنبي دي. اضرب لك مثال اجتماعي، في شهر من اشهر السنه الحاره جدا وليكن اغسطس، درجه الحراره في يوم من الايام 40 درجه مئويه، عمر طلع من المصنع مفرهد، ركب الميكروباص فرهد اكثر، اول حاجه بيفكر فيها ما بيخش البيت ايه؟ ايه؟ قول انت مكسوف ليه؟ ياخد دش، ياخد شاور. تخيل ان عمر لوحده في اليوم القائس ده مش هو الوحيد اللي جاي ايه؟ طالع من الشغل، ومش هو الوحيد اللي بيفكر بنفس الفلسفه دي. واحنا عندنا اللي هو الراش اور بتاعنا اللي هو مواعيد الدخول المصانع والخروج من المصانع، مش كده برضه؟ يعني عمر والطاقم الفني اللي تحت عمر والطاقم الاداري اللي بيخدم على الطاقم الفني بتاع عمر والمدرسه اللي جنب المصنع اللي ساكن فيها عمر اللي بيشتغل فيها عمر، كل دول طالعين مالهم؟ تمام. الضغط على محطه الميه شكله ازاي؟ هيزيد. المحطه الميه عندها مواتير بساعه معينه، مش كده برضو؟ مع زيادة الضغط يحصل ايه في مستوى المية في الانابيب اللي موصلها لك؟ يبقى الضغط اللي في المواسير بايه؟ بيقل، لان معدل التدفق فيها ايه؟ قل. حصل هنا ان قل، انت عامل حسابك عليه؟ رد عليا لا. يبقى ده اكسترنال انفولنس. يبقى رغم ان انت مضبط المنظومة والكنترول الارجوريزم زي الفل، بس فجأة لقيت السيستم بتاعك بيقع. لقيت السيستم بتاعك بيحصل له ايه يا جماعة؟ بيقع عليه يا دكتور. ما في فاريبل مؤثر انت ما عملتش عليه كنترول، ما عملتش له ميجرمنتس، ما عملتش عليه كنترول. وصلت الفكره ولا لسه؟
وعليه فوفقا لكلام اختنا الفاضله اسمها ايه معلش نهال، بدا هنا يبقى في عندي ديستربنس. او تحديدا انترنال ديستربنس، وفقا لكلامها مع كلام هشام كلامها قالت لي انا ما عنديش غير مؤثرين كيو اوت وكيو ام، بيبقى اكيد هم دول الانترنال ديستربنس. قلت لها الكيو اوت انا اللي متحكم فيه، انا اللي معايا الحنفيه، يعني انت وانت في الشاور بتاعك في الخلاط بتاعك انت اللي بتشد الحنفيه على البارد، انت اللي بتشدها على الساخن، انت اللي بترفعها لفوق علشان تزود من منسوب الميه، انت اللي بتنزلها لتحت عشان تقلل منسوب الميه، صح كلام انا غلطان؟ فما تبقاش دي اكسترنال انفلونس. لكن الحاجه اللي مجبر عليها الاكسترنال انفلونس اللي بجد بقى يا ابو زيد، ان اختك في المطبخ تقوم مشغله الميه السخنه وتقوم الميه الساقعه نازله على دماغك في وقتها. بتحصل لي كتير ده. جربتوها دي قبل كده؟ دي اكسترنال انفلونس. او بمعنى ادق ان معدل التدفق في الانبوب العمومي للمياه في الشبكه القوميه للمياه انخفض، وعليه الفلوريت اللي انت عامل الكنترول على اساسه انخفض بدون داعي وبدون تدخل من الكنترول الالجوريزم بتاعك. هيظهر الاثر ولا مش هيظهر الاثر؟ هيظهر الاثر. طب اعمل ايه عشان احقق مفهوم الكنترول؟ اني ميجر ذا فاليو كان بي كنترول. يعني ايه يا دكتورنا الفاضل؟ يعني بمنتهى البساطه هجيب الفاليوز دي واعمل لها ميجرمنت. هاو؟ عندك العداد الميه اللي عندك في البيت ده فلوميتر، عداد الميه اللي عندك في البيت ده فلوميتر، بس هو انالوج فلوميتر. انا عايز حاجه تاخد الفلو بتاع الريت وتطلع اشاره كهربيه، فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى هنا اجيب فلوميتر اللي هو السنسورز، وهنا كنا اتفقنا مع بعض ان هو يبقى ايه يا جماعه؟ بس ده على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. يبقى انا استعملت هنا نوعين من السنسور، سنسور التراسونيك عشان يقيس الارتفاعات، سنسور هنا فلوميتر بس يكون مش انالوج، يكون ديجيتال فلوميتر عشان يحول لي الكلام ده لايه؟ لاشاره كهربيه، واقوم مدخلها على الكنترول الجوريزم. يبقى اذا الكنترول الجوريزم مش بس دي، مش بس دي، يبقى لازم الكنترول الجوريزم تعمل فيه فورملا رياضيه تستوعب ان لما يحصل التعادل الزياده في الفلوريت بمقدار قد كذا يتبعه ان انا اقفل الفالف بمستوى كذا، طب لو كان النقصان يبقى قد كذا يبقى افتح الفالف بمقدار قد كذا، وتعمل زي تيبل كده لل كنترولر بتاعك انه ياخد القراءات وينظم الفتحات وفقا للقراءات في حاله حدوث هذا العيب. مع ثبات الفلوميتر انا مش محتاج حاجه، انا مظبطه على القراءه الاخيره اللي دخلت لي واللي هي ثبتت عليها، صح كلام انا غلطان؟ يبقى ده مفهوم ريجاردليس اوف اكسترنال انفلونس، ويبقى ده الديجيتال بلوك دايجرام اللي هو طلبه في المساله بتاعتي. زي ما انت شايف كل انواع السيجنالز اللي احنا قرناها موجوده في الانالوج سيجنال، في سامبلد سيجنال جوه الديجيتال انالوج، في كوانتايز سيجنال، في الكود سيجنال باينري كود للسيجنال بتاعتي. يبقى الديجيتال كنترول مش محصور انه يتعامل مع النوميريك فاليوز. البعض ممكن للاسف يكون عنده تصور داخلي بمفهوم اللوجيكس بتاع الكنترول ان هو يبقى انا بتعامل مع 0 و 1 فقط لا غير. الامر الخلاف ما تتوقعه خالص حبيبي، الامر انت بتتعامل مع كل انواع السيجنال في الديجيتال كنترول. ادا الانالوج وادا السامبل وادا الكوانتايزد وادا الكودد، صح كلام؟ رد على حبيبي. وبتتعامل مع الانالوج ديجيتال كونفرتر، وبتتعامل مع زيرو اوردر هولد، وبتتعامل مع الديجيتال انالوج الكترونيك ديفايسز معايا. ودي تبقى الاجابه على السؤال الاولاني او الجزئيه الاولانيه من السؤال الاولاني. تعال نجاوب على الجزئيه الثانيه من السؤال وناخد بريك 3 4 دقائق كمان عشان ما حدش يزعل مني ويبقى الدنيا ماشيه. يلا مستني مني ايه؟
حد يشايفني. اشكرك. هنا واصل كده يا شباب؟ على فكرة السؤال اللي أنا جايبه ده سؤال جه في الامتحان معايا يا شباب، سؤال جه في الامتحان. ما تتوقعش حاجة، خليك فاهم ومالكش دعوة أنا هجيب إيه. فاهمين قصدي يا شباب؟ فأدى سؤال كان جه في امتحان، تكملة السؤال بيقول لي افتر وورد، افتر وورد يعني افتر ذات، نيكست، كلها نفس المسميات. بعد كده يبقى هو دايما اسئلتي دايما لو تفتكر حتى من سنه اولى ومن سنه ثانيه دايما السؤال بيبقى فيه كذا كذا ايه جزئين. اكسبلين اشرح، ذا ريزونز الاسباب فور ذا بوبولاريتي، بوبولاريتي يعني عموميه، يعني الموضوع اتعمم قوي زياده عن اللزوم. ليه بقى امر ايه يعني في ترند كده يعني انت واخد بالك؟ ذا بوبولاريتي يعني الموضوع بقى يعني منتشر وعام اوف ديجيتال كنترول سيستمز. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ يعني ما احنا الريزيستنس بتاع الطلبه، الريزيستنس بتاع انا الشخصي، الريزيستنس بتاع ان اي حاجه جديده ان انا مش عايز اجربها. معايا يا شباب؟ دي الريزيستنس. انا السؤال بيقول انا ايه اللي يخليني اروح لديجيتال كنترول وانا اصلا بروف في الانالوج كنترول؟ فاهمين قصدي؟ طبعا يعني احنا عندنا خبرات سنين طوال، هو دي الريزيستنس يا شباب. البتوع اللي في مصانع، بتوع العمال اللي في المصانع، المهندسين اللي في المصانع، هم خلاص رستقوا حالهم وخلاص اعصابهم هدت وبقى المنظومه كلها بين ايديه بيلعب فيها كده شمال ويمين زي ما هو عايز. فيقول لك انا عندي خبرات كلها، انت ليه عايز تهدم الخبرات دي كلها وتعمل شيفت للديجيتال كنترول؟ صح الكلام ولا غلطان؟ تعال نشوف مع بعض. واحد الاكيورسي. ايه الاكيورسي يا دكتور؟ هقول لك تعال نبص للاكيورسي. مش معناه الاكيورسي معناه ايه؟ اولا انت من ساعه ما بدات معانا السيشنز بتاعتك وانت قاعد تقول لي ان في ابروكسيميشن في التحول من الانالوج تو ديجيتال، يبقى اكيورسي ايه وانت بتتكلم في ايرور؟ صح الكلام اللي عايز اقوله؟ فهمت اللي عايز اقوله؟ اقول لك اذا است الاكيورسي دي وكلاتها مجتمعه هتلاقي ان انت مثلا لو بتقيس 10 فولت بتقيسها 9.99 او 9.8 فانت بتتكلم في ايرور 2%. تعال نشوف الانالوج كنترول كان بيبقى فيها ايه. الانالوج كنترول كان بيبقى فيها امبليفاير وريزيستورز ومكثفات واندكتور. مش هو ده الانالوج كنترول؟ مش كده؟ واوبريشن ايه؟ امبليفاير. مش ده الانالوج كنترول؟ طيب بالله عليك الايرور اللي جايه من مرور التيار في المقاومات بتستهلك في صوره طاقه حراريه مبدده، يعني ادي حته بتتاكل دخلت على فيت ترانزستور خد حته، دخل على اوبريشن اب خد حته. تخيل كده ال بتاع ال اسمها ايه البيتزا اللي هو قرص البيتزا ده، كل اللي انت مقطعه 12 حته كل ما تعدي انت داخل عشان تتغدى هنا في القاعه، فكل ما تعدي ابو زيد خد له حته، جه عمر قال له يعني اشمعنى انا وهو عنده حيي يعني مش زي ابو سيد اللي هو ازاي هو سلمان ما تيك تيك على طول، لا ده ما حدش هيقرب من البيتزا بتاعته، ده راح جاي حته في حته في حته على ما وصل للركن اللي هياكل فيه البيتزا بتاعته بقت حته. فمن قصدي للمعنى يبقى تنتش منه كتير. ده الانالوج مقاومات اندكتور امبليفاير ترانزستور. فمعايا يا شباب؟ قاعد ينتش. مش بس كده، طول ما في بروسيسنج طول ما في ريدكشن للسيجنال. ليه؟ لان طول ما السيجنال دايخله بتلف على المقاومات والمكثفات طول ما عادي هنا اوانس اللي انت عملت الديجيتال كود لها دخلت في المايكرو بروسيسور في الميموري ما حدش جاي يمتها تاني. وصل يا شباب؟ يعني وانس اللي انا قلت ان دي 5 فولت او 5 اللي هي الارقام اللي احنا طلعناها هنا 3.6 فولت وده الباينري كود بتاعه اللي انت حطيتها في الميموري بتاع الكنترولر الديجيتال كنترول بتاعك ما حدش جه يمتها تاني، بقت هي من 3.6 فولت لغايه السنه اللي بعد 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 اللي جايه. صح كمان غلطان؟ لكن في حين ان السيجنالز بتاع الكنترول في الانالوج طول ما هي موجوده في السيستم قاعده ايه؟
يتاخد منها في المقاومات والمكثفات لانها مش في حته معزوله، ده هي بتمر في الايه في الانالوج ديفايسز. وصلها ولا مش وصلها؟ يبقى رقم واحد ايه يا جماعه؟ الاكيورسي. الاكيورسي لا تعني برضو فقط كلمه اللي دي بس، كمان ايه؟ ابو زيد وهو قاعد يعمل الديزاين بتاعه، عمر بيعمل ديزاين بالديجيتال كنترول، وابو زيد بيعمله بالانالوج كنترول. عمر قاعد يكتب الكنترول الجوريزم بتاعته وعمل ران وقاعد يشوف النتائج بتاعته، فلاقاها بايظه. كل اللي بيعمله ان هو يعمل ايه؟ هيخش على الكنترول الجوريزم، صح الكلام، ويشيل سطر ويضيف سطر، صح الكلام. في تكلفه يا عمر؟ في اي مشقه في الفلكسبيليتي بتاعت الديزاين في الامبلمنتيشن؟ ابو زيد وهو بيعمل الاناليسيس بتاعته جاب ريزيستنس 10 كيلو مع اندكتور مش عارف 1 مايكرو هنري مع مكثف 1 مايكرو فراد مع امبليفاير مش عارف الجين بتاعه 2 بوينت كذا، وعمل الامبلمنتيشن وعمل لي اوتس، وراح جاي حاطط الايسيهات والعناصر على البورده ولحم وشغل، وطلع الكلام غلط. ايه اللي حصل في البورده بتاعته؟ ايوه، محتاج يعمل بورده جديده بعناصر جديده فليكسيبيليتي. في الايه؟ الفليكسيبيليتي. يبقى عمر كل اللي عمله قال لك ايه المانع؟ افتح اللابتوب، غير السيتنج بتاعي، حط هنا مكان هنا، شيل اللاين كود ده وحط اللاين كود ده، تك تك تك، نص ساعة، ربع ساعة، واعتبر حسب خبراته، شاب برفورمانس جديدة، وقال لك اه هي دي اللي انا عايزها، خلاص بقى ده الديزاين بتاعي. صح الكلام؟ هل احتاج اغير السامبلر الانالوج تو ديجيتال؟ كل اللي غيره ايه يا جماعة؟ الكنترول الجوريزم. بينما اخونا بقى ابو زيد عمل ايه؟ محتاج يروح يجيب مقاومات جديده بالقوائم الجديده ومكثفات جديده، وربما يكون بعد الامبلمنتيشن ممكن يكون وممكن ما يكونش، لكن هنفترض ان في المره الثانيه على الاقل بقى كان، لكن فليكسيبيليتي يعني مين الاغلى في الفليكسيبيليتي؟ يبقى في عندي ديجيتال اكيورسي. معانا ولا مع تاني؟ معانا احنا. الفليكسيبيليتي معانا ولا مع التاني؟ معانا احنا. السبيد، السبيد مع مين فيهم؟ مع مين؟ السبيد في الانالوج اعلى من الديجيتال؟ تعال نبص، اقدم مايكروبروسيسور وانا طالب في سنك كان ال 486 اللي انا قلت ان كان 50 ميجا هرتز سرعته، بس 50 ميجا هرتز بس. انت وصلته لكام دلوقتي يا ابو زيد؟ كام؟ بالجيجا هرتز كام يعني ايه لو افترضت؟ 4 جيجا هرتز، ده كامل بيه. حاضر، لا ولا يهمك حبيبي، 4 جيجا هرتز. تعال نشوف ال 50 جيجا ميجا هرتز، وبعد كده بقى اشوفها انت في ال 4 جيجا هرتز. يعني هنا التي بتاعتي تساوي 1 على 50 في 10 اس ناقص 6، اضرب هنا في 2 في 20 او في 20، يبقى هنا هيبقى 1000، يبقى فوق كده هيبقى عندنا كام؟ جيجا 10 اس 6 انا اسف، يبقى هنا هنضرب في 20 كمان، يبقى ده 10 اس 9 وفوق 20، يبقى 20 في 10 اس ناقص 9 ثانية. فاهمين يا شباب؟ يبقى الإجراء في الديجيتال كنترول مع الراجل التعبان ده اللي هو 50 ميجا هرتز هيتعمل في 20 نانو ثانية، يعني 20 في 10 أس ناقص 9 من الثانية. مين الأسرع يا شباب؟ ديجيتال ولا الأنالوج يا محمود؟ لا التيار ده ما هو بيمر ازاي؟ بقد ايه؟ ده بيمر بسرعة السلحفة إذا قرن بالكلام ده. الثاني بروسيسنج في ديجيتال في أريثماتيك لوجيك، في أريثماتيك لوجيك يونت. معايا حبايبي؟ معايا يا رجالة؟ طبعا الكلام ده لو انت قارنته بقى بالمايكرو كنترولر الحالي، ما اعرفش برضو انا مش متابع السبيسيفيكيشنز كام هرتز كام ميجا كام جيجا بقى كام يا هشام؟ 64 ميجا. فاحنا يعني عدينا دي كمان، يعني عدينا ال 20. ده انا بتكلم على مايكرو كنترولر مش مايكرو بروسيسور، يعني لو هستعمل مايكرو بروسيسور انا دخلت في حته ثانيه او في اريا ثانيه. يبقى عندنا قلنا اربع حاجات، ها؟ اكيورسي، ها؟ فليكسيبيليتي، ها؟ السبيد بتاع البرفورمانس سبيد بتاعتي،
لاتخاذ القرار. يعني انا لو انا قاعد على مدفع دفاع جوي يعني طياره معديه، انا مش محتاج ان انا ابدا بقى امسك ورقه وقلم واشوف الزوايا واللي بتاعت على ما انا اعمل يكون خلاص السد انضرب. صح الكلام انا غلطان؟ لان عايز بمجرد ما الرادار بتاعي يلقط الهدف مع حساب السرعه والاتجاه يكون عمليه البروسيسنج سبيد مالها اسرع ما يمكن، عشان يعني بمجرد رصد بمجرد اكون انا ضربت الهدف بتاعي يعني المسافه بس بتاع الصاروخ اللي يطلع في انه يقطع المسافه دي ويكون خبط الهدف ووقعه. ما تقوليش بقى انا كنترولر بقى. طب الناس دي شباب، يبقى انا عايز بروسيسنج سبيد، عايز بعد ما تقولش الكنترول الجزم ان انا بجمع 5 زائد 2 بكام، ده الكنترول الجزم ممكن بتاع كومبليكيتد جدا يعني على حسب طبعا الابلكيشن. يعني البروسيسنج هيبقى ايه كتيره، يبقى انا عايز سرعه في الايه في البروسيس علشان الفينومينا اللي انا برصدها ما تكونش عدت قبل ما اخد القرار. صح يا اسماء؟ صح يا رجاله؟ رد على حبايبي. يبقى انا قلت كام حاجه دلوقتي نسمعهم مع بعض؟ اكيورسي، فليكسبيليتي، برفورمانس سبيد او البرفورمانس سبيد ماشي. اربعه الكوست. دلوقتي المايكرو بروسيسور اللي هو ده 486 ده ب 60 جنيه تقريبا. لو انت رحت اشتريته او البكال اللي انت كنت بتتكلم عنها بكام تقريبا؟ بكام؟ لا انا بتكلم على البكايه، انا ماليش دعوه بالادوات. البكايه تحديدا بكام؟ 2 دولار. طبعا 2 دولار ايام زمان كان 15 جنيه تقريبا، يعني 30 جنيه. ماليش دعوه بس دلوقتي، انا بتكلم على الوقت اللي هو اشترى فيك كان ب 2 دولار. معايا يا شباب؟ يعني كان ب 30 جنيه. في حين ان انت لو جبت اوب امب وترانزستورات ومقاومات واندكتورز وريزستورز هتلاقي ان التكلفه بتاعتها ايه؟ لو ما كانش متراكمه يعني، بس هي متراكمه يعني ممكن يتحرق ترانزستور فتروح تشتري ترانزستور جديد، ممكن يتحرق اي سي تروح تجيب اي سي جديد. فالبادجت الاجماليه ممكن تبقى اعلى من زائد ان الديجيتال ديفايسز دايما في طريقه ان هي بتنزل مش ان هي تطلع، يعني بمعنى مع ثبات طبعا السوق، يعني مش مع ازمات الاقتصاديه اللي احنا مرينا بيها او بنمر بيها، مع ثبات السوق بتلاقي ان الشاشه اللي انت كنت شاريها بمواصفات الفلانيه ب 1500 ممكن تشتريها بعد اسبوع او اتنين بعد ما تنزل الفيرجن الجديده تبقى ب 800. فدايما الكوست دايما في طريقه انه ايه ينزل مش ايه مش يطلع مع ثبات اليات السوق. يعني علشان بس ما حدش يقول لي ما دلوقتي الشاشه كنت بجيبها ب 1000 بقت دلوقتي ب 15000، انا بقى مع ثبات اليات الايه يا جماعه السوق بتاعتي. واصله يا شباب ولا مش واصله؟ وده الاجابه عن وده الكلام النظري بتاع اللي انا كنت مفروض اكتبه لك على السبوره، انا منزله لك على الجروب. افتح الجروب عشان بس يبقى في شهاده دامجه على الجميع. هنعمل بريك.